بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس حسين القاضي في سلسلة How to be an International Project Manager، وإن شاء الله النهاردة اللقاء الـ16، مش كده محمود ولا بعد كده الـ16، مش كده؟ ايوه يا دكتور، النهارده ان شاء الله اللقاء 16. ان شاء الله. والموضوع بتاعنا بناء الهيكل التنظيمي للمشروع، وده من الموضوعات المهمه جدا. زي ما احنا قلنا ان الايه ان المانجمنت ايه بلاننج اورجنايزنج ليجو كنترول، فاحنا في غالبيه الشغل احنا ايه بنتكلم مع بعض على الايه بلاننج في الفتره اللي فاتت، واتكلمنا على الكوميونيكيشن، واشتغلنا على السكيلز بتاعت وسالنا كام مشروعات. احنا دلوقتي يعني المفروض نستنى شويه لغايه ما ايه ما يعني بقيه المهندسين يجوا وبقيه الزملاء لما يجوا. فلو في حد اي له اي سؤال بخصوص اللي فات او اي تساؤل او اي حاجه، احنا جاهزين، يعني احنا جاهزين لو في اي حد عايز يعني اي سؤال او اي حاجه. مسموع يا محمود؟ جاهز؟ الصوت واضح؟ تمام يا دكتور، الصوت واضح يا دكتور. طيب هل لو في حد عنده اي سؤال دكتور حسين مفيش مشكلة، يتفضل يعمل ريس هاند ويفتح المايك، يعمل مداخلة مع دكتور حسين او يكتب السؤال في الشات وانا هوصله لدكتور حسين بإذن الله. انما الشاشه واضحه كده عندك، كل حاجه واضحه يا محمود. يا دكتور تمام، الشاشة واضحة. انا مش عارف يعني انا صورتي مش باينه صح؟ لا صورة حضرتك مش باينة يا دكتور. ما هو انا عندي مشكله اصلي، لان انا شايف ايدي مش مفتوحه، اللي هي الكاميرا مش مفتوحه. انا مش عارف انا هعملها ازاي دي. طب هنهي العرض دلوقتي واشوف ايه موضوع الكاميرا ده. موضوع الكاميرا ممكن يبقى منين يا باشمهندس محمود؟ في جنب المايك يا دكتور اللي هو ميوت، اللي هو المايك ده في جنبي ستارت فيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. جنب انهي مايك؟ المايك اللي هو على ايد حضرتك الشمال تحت خالص في الزوم. في الزوم يعني؟ للاسف ما فيش حاجه للاسف. لا انا في حاجه. طلعت لسه ولا انا لسه؟ لا لسه برضه، انا لسه ما طلعتش برضه. اسمه ايه ده؟ مش طالع الكاميرا، مش طالعه، مش عارف. انا ما يهمنيش يعني الكاميرا تطلع يعني، بس هو اصل جوت ستارت. تمام، انا حضرتك عايز ابعت لحضرتك دعوه حضرتك تفتح فيديو، حضرتك الكاميرا هي فتحت اهي. ايوه فعلا، خلصت عليك، خلصت عليك يا محمود. كده تمام، كده تمام يا حبيبي، كده تمام، كده تمام. طيب كويس. طيب تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا قلنا ان احنا بدانا يعني من كام دقيقه، كان في شويه حاجات كده صغيره يعني حصلت. فاحنا اللي بنقوله اذا في اي سؤال، احنا دلوقتي حوالي 20 واحد دلوقتي موجودين. ان احنا لو في اي سؤال، لو في اي حاجه من قبل كده احنا يعني ايه، او اي حاجه لغايه ما ايه ما العدد يكتمل. لان النهارده احنا بنتكلم على الاورجنايزيشن، يعني الفانكشنز الثاني، يعني بعد البلاننج على طول في الفانكشنز اوف مانجمنت في بلاننج، وبعدين في الايه؟ اتكلمنا على البلاننج قبل كده، واتكلمنا على رحله العمر، واتكلمنا على الكلام ده من اول لاخره. احنا هنتكلم دلوقتي على الايه؟ على الاورجنايزيشن. هنتكلم ان شاء الله على بناء الهيكل التنظيمي للمشروع. وبعدين هنتكلم هيكل التنظيمي برضه بتاع الايه؟ البورتفوليو وبتاع البروجكتس وبتاع الكوربريت. هنتكلم على هيكل التنظيمي، على الموضوع التنظيمي عموما يعني. فاذا في اي حد عاوز اي سؤال، اي حاجه دلوقتي، واي استفسار في اي حاجه، نكسب بيها وقت برضه، عشان برضه ايه بنعطي فرصه، لان يعني النهارده الموضوع عايز يستخدم من اوله. ف في اي حد عنده سؤال وعنده اي حاجه يا باشمهندس محمود؟ هو حاليا مفيش حد عنده سؤال يا دكتور، بس لو حد عنده أي سؤال يتفضل، مفيش مشكلة خالص يعني. طب خلاص اتس اوكي okay. خلاص نبتدي نشتغل بقى محمود، ما دام انت مغمض كده ان شاء الله. تمام يا دكتور.
احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم على الايه؟ السكند فانكشن في الفانكشن اوف هوشمان. احنا قلنا هما ايه؟ بلاننج، اورجنايزنج، ليدنج، وكنترول. خلاص اتكلمنا على البلاننج بالنسبه للتايم مانجمنت والكوست مانجمنت والكلام ده كله، ممكن نعمل الحاجات اللي فاتت. فالنهارده بنتكلم على ايه؟ بيلدينج بروجكت اورجنايزيشن شارت. ودي موضوع هامه جدا جدا اللي لازم يدير المشروع يبقى عارفها. ازاي نبني هيكل تنظيمي للمشروع؟ اولا الموضوع بسيط جدا مش صعب، بس هو محتاج شويه خبره، محتاج تبقى عارف الفلسفه. هيبان يعني الاول في الاجنده بتاعتنا هيبان هنعمل ايه؟ تعريف عمليه بناء الهيكل التنظيمي للمشروع هنعرفه. بعد كده هنتكلم على العوامل المواجهه مراعاتها لبناء الهيكل الرئيسي. وبعدين هنتكلم عن مبادئ اعداد الهيكل التنظيمي، ازاي اعمل الهيكل التنظيمي ده من اهم الحاجات اللي تتعمل مشروع، ان هو بايه؟ بيعيش معاك. كل نقوله لاخره. وبتحب عندك الايه؟ كل الوظائف موجوده وكل المسؤوليات موجوده وبتملاه وانت ماشي. يعني هو ما بيبقاش من الاول خالص في الماكسيموم بتاعه، بتبتدي من الاول بطاقم معين اللي بتيجي معاك المشروع، بتيجي معاك الدراسات والكلام ده كله، وبيزيد كل ما طول ما انت ماشي على الايه؟ على اللي هو الاس كيرف اللي بنقول عليه، اللي هو انت في الاول تبتدي صغير، وبعدين بتكبر العدد لغايه في التوب يبقى كل الطقم معاك، وبعدين بيبتدي الطقم ايه؟ ما انت خلصت مثلا خلاص خلصت مش عارف الكلام ده كله، ده في تشطيبات الكلام ده كله، بيبتدي ناس بتبتدي تتحرك، وبتبتدي تقل العدد خالص لغايه ما المشروع يخلص في الاخر خالص. طيب بقى خطوات بناء وعدها التنظيم في 6 مراحل، وبعدين اعاده التنظيم، وبعدين الاخطاء الشائعه في التنظيم وكيف يمكن تجنبها. في نقطة في الآخر حقيقة أنا حاولت إيه يعني إيه أقدم لكم أشكال من الهيكل التنظيمية بتاعت فعلا شغل عملناه، يعني عملناه بإيدينا. يعني هو مش هيبقى يعني شكله، لأن طبعا الهيكل التنظيمية كبيرة جدا، فهنحاول نشرحها وعشان نعرف إن الموضوع ما هوش صعب ولا حاجة، وإن شاء الله يعني إيه يعني ربنا ييسر إن شاء الله ونستفيد من لقائنا مع بعض بإذن الله. طيب أهمية هذه الوحدة أو هذا اللقاء، العوامل الواجب مراعاتها عند بناء هيكل المشروع، مبادئ إعلان التنظيم الإداري، خطوات بناء وإعلان هيكل التنظيم، إعادة التنظيم، لو في إعادة تنظيم وإحنا شغالين في الوظائف اتغيرت زي ما حصل مثلا الموضوع بتاع الكورونا، مثلا مشروعات كثيرة جدا وشركات كثيرة جدا إعادة ترتيب تنظيمها والشروط بتاعتها كلية يعني، ده برضه نفتكر نقول وإحنا ماشيين، لأن السيزون اختلفت، الرؤية اختلفت، الطرق اختلفت، حاجات كتير بقت اونلاين، فايه الهيكل التنظيميه اختلفت طبعا عن مبادئ الدنيا كانت ان شاء الله قبل سنه قبل سنتين، لكن كله يعني ايه يعني سبجكتد ان هو يتغير. يعني الاخطاء الشائعه في التنظيم وكيف ممكن تجنبها. في الاخر زودنا زي ما بقول لحضراتكم شويه اورجانيزيشن شارت كده اللي هي مشروعات صغيره او مشروعات عدينا عليها او مجموعه مشاريع، يبقى زي بورتفوليو او لشركه، يبقى نعرف يعني ناخد فكره المواضيع ماشيه ازاي. طيب تعريف عمليه بناء هيكل تنظيمي هو يعني يعمل يعني ايه بناء هيكل تنظيمي؟ العمليات التي يتم خلالها تحديد وتجميع مختلف اوجه النشاط، بجمع كل اوجه النشاط اللي انا هعملها سواء في المشروع او سواء في الشركه او في المؤسسه او في الحكومه او في اي حته في الدنيا. لازم انا بعمل ايه؟ بحدد بجمع كل اوجه النشاط المشروع او المؤسسه او الشركه عايزه تفضل البرودكت بتاعها شكله ايه او السيرفيس بتاعها شكله ايه. والاعمال الضروريه لتحقيق اهداف المشروع وضعها في هيكل متكامل يتم ايه؟ تشغيله، يتم شغله. ان انا بشغل الهيكل التنظيمي طول ما انا ايه؟ طول ما انا ماشي في المشروع. طيب تعريف عمليه الهيكل التنظيمي برضو اهم عناصر ايه؟ انا بحدد الاهداف الرئيسيه ورايا، يعني انا المشروع بتاعي بحدد الهدف بتاعه عباره عن ايه وكذا 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 وكذا، ولو في اهداف رايا لازم تتحدد، ببقى محددها قبل ما اعمل هيكل تنظيمي بتاعي، ببقى عارف انا يعني ايه رايح ازاي وبين ايه والكلام ده كله. تحديد اوجه النشاط الضروريه لتحقيق الاهداف، يعني انا مثلا في مشروع اول حاجه مثلا نشاط بعمله ان انا باخد الرسومات بعمل لها تشيكينج والديزاين بعمله تشيكينج والكلام ده كله، كل الدوكيومنتيشن او في اداره العقود لو انا راجع العقد. بارالل ايه؟
لان انا بستلم المشروع وبدير بعمل الكاسات بتاعتي وكان بقوله لاخوه، فبقى عارف يعني ايه السيكونس بتاعت الشغل بتاعي ماشيه ازاي. علشان ايه؟ علشان انا الهيكل التنظيمي بتاعي انا بعمله، هعمله لكن هنشغل بالايه؟ باسبقيه يعني التواجد. يعني مدير مشروع لازم ما يبتدي لازم يبقى معاه مثلا مدير مكتب فني او مش مكتب فني، ولازم يبقى معاه كونستراكشن مانجر، ولازم يبقى معاه مساح، ده اقل حاجه، وبلانر طبعا. يعني في عدد في الاول لازم يبتدي المشروع بيه، وبعد كده بيبتدي يخلص الاوبريشن الشرط بتاعه ويبتدي ايه يملاه طبقا للتقدم العمل في المشروع. تجميع الانشطه وضعت هيكل تنظيمي وسعر استغلال الموارد. تحط في هيكل تنظيمي هو الورك بريك داون ستراكشر اصلا، بس هو ايه اللي هو العلاقه ما بين الاثنين. يعني انت حتى لو بتشتغل بالمافيرا هتلاقي ان انت بتعمل الاوبريشن الشرط بتاعك اللي انت بتشتغل عليه، وبتعمل ايه الورك بريك داون ستراكشر، يعني الاي ار بي وورك ستراكشر تشبكهم مع بعض وانت بتشتغل. نمرة 4 اختيار الافراد والكفاءه العاليه للقيام بالانشطه على اكمل وجه. انا بقى دوري يعني انا كمدير مشروع ان انا بختار الافراد اللي هم كفاءه عاليه. ونقول حضرتك عن تجربه، لو انت مثلا مدير مشروع هات ناس اشتغلت معاك قبل كده، مش علشان دمهم خفيف ولا علشان مثلا قرايبي ولا علشان يعني واسطه ولا لا، يعني اختار الناس اللي تشتغل معاك. يعني انا بالنسبه لي انا يعني اشتغلت في قطر جبت ناس من مصر، لما خلصنا الشغل مع الشركه دي رحنا رحت دبي اخدت الناس مش نفس الناس حتى الناس اللي اشتغلوا معايا اي مشروعات جديده او اي حاجه، لا وناس نضاف وناس يعني ما عندهمش اي مشاكل نفسيه، فتضمن ان المشروع يشتغل من اول يوم بكفاءه عاليه جدا. الغلطه برضو غلطه شائعه انا برضو نحب نقولها، ان ممكن الاماكن بتعمل ايه؟ بتروح مختاره التيم وبعدين تدور على 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 مدير المشروع. الكلام ده طبعا مش صح، لان الكلام ده في احنا اخذنا تيم بيلدنج مشكله اخذناها برضو اللي هو بيبقى فيه احنا اخذناه ان شاء الله ما انا فاكر، بس هي في مرحله اسمها الايه؟ الفورمي وبعدين الستورمينج. لو انا مش لو مدير المشروع هو اتواجد اول واحد، فهو مدير المشروع اول واحد هو اللي اختار الناس، مرحله الستورمينج بتبقى قليله جدا. الستورمينج دي اللي هي ايه؟ ان الناس لسه بتمتزج مع بعضها وبتعرف بعضها عشان تخش مرحله النورمينج اللي هي الايه؟ لا احنا خدنا الكلام ده في التيم بيلدينج على ما اعتقد. المهم اختيار الافراد ذوي الكفاءه العاليه للقيام بالانشطه على اكمل وجه، اختار الناس الكفاءه العاليه. وبالمناسبه برضو الناس دول برضو اخذتهم في دبي وبعدين بعد كده في ابو ظبي، يعني الناس اللي هم شغالين انترناشونال يعني بيبقوا هاي كواليفايد، وانت بتمسك مشروع وعايز تنجحه فبيبقى احد اسباب نجاحك ان انت الناس دي تبقى معاك. ويعني احنا سايبين بعض بقى لنا اكثر من 10 سنين لجنا على اتصال لغايه بعض لغايه دلوقتي، وكل واحد ربنا ميسر له الحال وزي الفل. يعني تحقيق الترابط والتكامل بين مجموعات الانشطه، يبقى بين مجموعات الانشطه وبعضها يبقى في ترابط، لان انت عندك ابتداء من الناس اللي هتشتغل في المكتب الفني هتعدي على الكيو اي كيو اي، هتعدي على البلاننج، هتعدي على السيفتي، هتعدي على الكونستراكشن، هتعدي على الاتش ار، هتعدي على الكونتراكت مانجمنت، يعني اقسام كتيره جدا بتبقى ايه متواجده، خصوصا اللي في المشروعات الكبيره. واحنا برضه هنراجع حضراتكم بعض الايه بعد السريع في الاخر، يعني كم هيكل التنظيم كده اللي ايه مشروعات كبيره مليارات. يعني تحقيق الترابط والتكامل بين مجموعات الانشطه. العوامل الواجب مراعاتها بعد بناء هيكل تنظيم مشروع ايه بقى؟ يبقى عارفين الرؤيه والرساله والغايات والاهداف. الرؤيه مش بتاعت المشروع بس، لان الرؤيه دي بتبقى رؤيه للكوربوريت اللي هي اصحاب الشركه، ورؤيه المشروع كمان. والرساله بتاعتي يعني الرساله بتاعتي برضه بتبقى مشتركه مع بعضها مع الرؤيه بتاعت الايه؟ المكان اللي انا بشتغل فيه، ومع الرؤيه بتاعت المالك بتاع المشروع لو انا بشتغل في المقاولات، او السبونسر بتاع المشروع لو احنا بنشتغل في اي مشروع مش مقاولات يعني. الغايات والاهداف لازم برضه الغايات تبقى واضحه، الاهداف واضحه. انا هعمل المشروع الفلاني بالكواليتي الفلانيه بالايه في التاريخ الفلاني بالقصر الفلاني والاهداف.
التأثيرات البيئية والثقافة التنظيمية. التأثيرات البيئية هنا ما يوصلش بيها الإيكولوجي، يوصل بيها بيئة المشروع. يعني احنا بيئة برضه، بيئة داخلية، وفي البيئة الخارجية المايكرو، وفي البيئة الخارجية الماكرو، الثلاث بيئات دول وتأثيرهم على المشروع. والثقافة التنظيمية بقى، يعني الثقافة التنظيمية يعني يعني في ثقافة يعني بتبقى أساسا بتتفهم من الهيكل التنظيمي بتاع الشركة أو المكان. في ناس بتبقى يعني لها بوليسيز معينة، يعني جات تختلف برضه في تأثير الهيكل التنظيمي. في ده برزنتيشن تاني اللي هو يعني الهيكل التنظيمي في ثلاث أنواع جنرال، يعني مش هتكلم على بي ام بي او على اي حاجه، مش معناتها ثلاث انواع، يا اما هوريزونتال يا اما فيرتيكال يا اما ايه ماتريكس. الهوريزونتال ده بتاع الناس، يعني اللي هو ايه واحد يعني ايه مسيطر على كل حاجه، هو رئيس فوق او مدير فوق بتاع الشركه او بتاع المنظمه او بتاع اي حاجه، هو ايه كل حاجه هو اللي لازم يوافق، لازم يوافق على القهوه والشاي، ولازم يوافق على مش عارف تنظيف الكراسي، ولازم يوافق على اي حاجه بيوافق عليها. ده هوريزونتال، ده بيبقى ايه ده، يعني انا في رايي ان هو يعني مش ما حاجات دي ما بتعيش. وفي الفيرتيكال بيبقى اثنين ثلاثه تحت الرئيس الكبير، وكل واحد من الثلاثه دول شغالين معاه بقى الهيكل بتاعه، وبيتعاملوا بقى مواقف بتبقى شكل الاداره مختلف. فدي الثقافه التنظيميه هي دي اللي بتبقى ايه بتخليك اما تيجي تكمل مشروع تعمل الشرط بتاعك، هتبقى متاثر بهذا الكلام وهتبقى عارف الدنيا فيها ايه. طيب بعد كده عندنا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، الامكانيات بقى والقدرات المتاحه. لازم انا كمدير مشروع ابقى عارف الامكانيات ايه، يعني ابقى دارس بالظبط التخطيط بتاع المشروع. يعني هو بيسبق البرنامج الزمني وبيبقى عارف المايلستونز بتاعته ايه، يعني ببقى عارف المايلستونز بتاعتي ايه والامكانيات هحتاج قد ايه والكاش فلو بتاعي قد ايه والكاش ان والكاش اوت ازاي، واذا حصل مشكله مثلا اتاخر الكاش ان بتاعي هيتصرف ازاي. يبقى كل ده طبعا بايه بالاتفاق مع السبونسر والاتفاق مع الشركه المالكه يعني، وشركتك اللي هي الشركه الكوربورت اللي انت شغال معاها. طيب والقدرات المتاحه، ايه القدرات المتاحه؟ يعني انا يعني مشروعات كبيره قوي جابوا لي مهندس انشائي، انا الحمد لله يعني ماستر هاي رايز، يعني هاي رايز الحمد لله رب العالمين يعني، وكان انشائي وكان انشائي كويس، بس كانت مشكلته ان هو مثلا الانجلش بتاعه ضعيف، الفرنش بتاعه اللي قوي. فانا قلت له سيبولي وكده، وده من اصدق الناس ومن اجمل الناس، وكان يعني اخونا يعني عربي يعني مصطفى الناظري، والحقيقه من الناس الجميله جدا ولسه علاقه بيه لغايه النهارده، وراجل جميل جدا وفافظ. البوليسيز بقى بتاعت الشركه والبوليسيز بتاعت الكلاينت، كل الكلام ده كله لازم يبقى ايه يتحط عند بناء الهيكل التنظيم المشروع. طيب مبادئ اعداد التنظيم الاداري الملائمه مع اهداف المشروع وانشطتها المختلفه. طبعا وانا بعرف الفتره كلها ليه، عشان اعداد التنظيم بتاعي يبقى ايه ملائم مع اهداف المشروع ومراعاه الاهميه بالنسبه لكل نشاط. يعني المكتب الفني له انشطه معينه، الكواليتي اشورنس له انشطه معينه، الكواليتي كنترول له انشطه معينه، الهيلث سيفتي انفايرمنت له انشطه ثانيه، الكونتاكت مانجر له انشطه ثانيه، بلانر له انشطه ثانيه، الكونتاكت مانجر، يعني كل دي انشطه مختلفه في اداره المشروع. وكل انشطه دي كل واحد اخرها لازم تبقى يعني متجانسه ومتوافقه وتصب في اتجاه واحد اللي هو ايه؟ انهاء المشروع برضه ايه الاهداف بتاعته اللي هي ايه؟ يعني ان تايم او ليس، وذين كوست او ليس، وايه؟ وذين كواليتي اور مور. يبقى دي الاهداف بتاعته. وبعدين طبعا وقبل ده كله الايه؟ كاستم ساتسفاكشن اللي هي دايما دلوقتي دخلت في كل حاجه. بقى لها زمان يعني بقى لها 20 سنه كلمه كاستم ساتسفاكشن دي طلعت، لان بقول لك انت ممكن تعمل كل حاجه وتعملها كويس لكن الكاستمر مش مبسوط، فدي طبعا بقى كانك ما عملتش حاجه. التكلم على العوامل البيئيه المحيطه بالمشروع، هنا بقى يدخل الاثنين، يدخل البيئه اللي هي الاكسترنال انفايرمنت والمايكرو والماكرو انفايرمنت، ويدخل الايكولوجي. يعني الايكولوجي اللي هي ايه؟ البيئه. انا بشتغل في صحراء، بشتغل في زراعه، بشتغل في في في
في مدينه، بشتغل في القطب الشمالي، مش عارف ايه، لازم كل او عوامل بيئيه، سواء البيئه بتاعت المشروع سواء الايكولوجيا. مواكبه توقعات العملاء والاستجابه للطلبات اللي احنا كنا لسه بنقول دلوقتي، لازم نعرف توقعات العميل ايه ونرضيه، لان لما نقول لك ايه يعني، زي اقول لك انت عملت جولد بليتد، يعني انت يعني ايه عملت شغل احسن، لكن جولد بليتد والعميل برضه مش راضي، مش موافق يعني، او مش حابب الكلام. عشان كده برضه النيو سيستمز في الـ في الـ في الـ في الـ في المانجمنت، في اللي هي اللين بقى، اللي هي ايه بيسز صغيره حته حته، وبرنس 2 برضه نفس القصه، عندها الحكايه دي في كل بروجكت فيز، لازم في ريزلت 70 قدام العميل، عشان يعني ايه يبقى يعني معاك، يبقى فاهم وعارف ويبقى مبسوط طول ما هو ماشي في معاك في المشروع. الزام بنطاق الاشراف المناسب لاعمال وانشطه المشروع. يعني احنا بنعتبر يعني انا مش اشراف، يعني اشراف مهندس مشرف، لا الشغل بتاعنا احنا، لو انا المهندس مشرف، لو انا بدير شغل الهندسه او لو بدير شغل الاشراف، عندي اداره، مش برضه مش كده وخلاص، مش اشراف يعني مهندس سيندر وخلاص، لا ده ودين برضه كل حاجه، في كواليتي بلان وسيفتي بلان، كل حاجه لازم يبقى ايه برضه يعني ايه يعني ماشي مع المشروع. الاعمال وانشطه، انما هنا بنتكلم على الاشراف على المشروع نفسه، يعني بنتكلم على مشروع اي تي، مشروع صواريخ فضاء، مشروع في الحياه، اي حاجه يبقى ايه، يبقى فيه اشراف مناسب لاعمال وانشطه المشروع. يعني لا يبقى زياده ولا يبقى اقل. مبادئ اداره التنظيم الاداري، التوازن فيما بين السلطات والمسؤوليات بما يمكن يمكن المديرين من تحقيق الاهداف المحدده. يعني اي واحد، يعني اي مدير مشروع هيبقى عنده مسؤوليات، وعلى الاقل المسؤوليات دي لازم يبقى له سلطات، يعني ما يبقاش مدير مشروع وبيشتغل ويلاقي مثلا رئيس مجلس اداره الشركه مش مدير عام، حتى يجي كده يخش على اي حد من الطاقم المشروع يقول له اعمل كذا 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 وكذا كذا كذا وفوق وغير، ما ينفعش، لان كل واحد له سلطاته، يعني بقدر المسؤوليات اللي عندك لازم عنده سلطاته، الا مش هتقدر انك تشتغل. يعني دايما كده يعني انا لو ما فيش يعني السلطه والمسؤوليه دول الجناحين بتوع النجاح. ونخلي بالنا برضه، مش بقول سلطه يعني تعسف او يعني استكبار او يعني، لا بالعكس بالعكس بالعكس، يعني ده السلطه، يعني مش هقول يعني ناس كتير يعني خلينا، مش هقول سيدنا عمر ولا سيدنا عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز، هنتكلم عن الناس اللي هي دي، ولو المفروض نتكلم بيهم ونتاسى بيهم، انا هتكلم معاك على واحده زي ميركل. ميركل بقى لها كام سنه دلوقتي؟ 16 سنه، والشعب قاعد يسقف لها ست دقائق وهي ماشيه، وماشيه بلبسها اللي دخلت بيه. يعني القصد ان يعني ايه، ان لما بقول السلطات ما تعنيش ان السلطه ان انا ابقى يعني متسلط بقى وبتاع، لا لا لا، السلطه يعني السلطه اللي هي رفقه المسؤوليه، يعني انا عليا مسؤوليه، انا عايز انزل اشتري حاجه، عند السلطات ان انا اختار الحاجه دي، وان انا بسعر معين وكواليتي معينه وفلوسها في جيبي، يبقى انا دي السلطات اللي معايا عشان اغبي ايه، اوفي المسؤوليات اللي عليا. طيب، وضوح العلاقات التنظيميه بين مختلف الوحدات الاداريه. طبعا اي هيئه تيمي بيبقى ايه متقسم بقى ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 وهكذا. عاده تبقى ايه علاقات تنظيميه، بتبقى ما بين التوبس في الليفل فيرست ليفل، يعني بيبقى مدير عام مثلا مدير المشروع او مدير المشروع، وبعدين بيعمل ايه؟ مدير المشروع بايه تحتيه اول في الفيرست لاين، يعني مدير المكتب الفني، مدير الكواليتي بي اي تو سي، مدير الاتش اس اي، مدير الكونستراكشن مانجر، كل طقم من الطقم ده، كل الاولانيين الفخاص اللي هم ايه؟ اللي هو الفانكشنز، خلينا نسميها فانكشنز دلوقتي. العلاقات بقى ما بين الناس دي وبعضها تحت المدير المشروع، يبقى العلاقات التنظيميه بينهم تبقى واضحه، كل واحد عارف هو بيبتدي فين وبينتهي فين، كل واحد عارف بيتكلم ازاي، يعني within system within يعني clear processes يعني. طيب، التنسيق بين الوحدات الاداريه والعمل بانسجام والتكامل بين الافراد من خلال المعنى الواحد والمفهوم الاتصالات فيما بينها. يعني يبقى الاتصالات بينهم، احنا اعتقد اتكلمنا على التيم بيلدينج، اللي هو ايه؟
بيبقى خلاص. يعني احنا قلنا في تيم بيلدنج كان في ايه؟ 5 مراحل. الفورمينج دي حاجات مهمه برضه لازم ما ننساش. فورمينج، وبعدين تاني حاجه ايه؟ الستورمينج. لان لما بجمع الناس مع بعض وبعمل ايه؟ بعمل فورمينج، بعمل بلم بجمع تيم لسه ما اشتغلوش مع بعض قبل كده، وممكن يكون اول مره يشوفوا بعض، ومن جنسيات مختلفه ومن اديان مختلفه والى اخره، ومن ثقافات مختلفه ومن بيرسبشنز مختلفه. كل حاجه بياخدوا مده عشان يبقوا يعملوا ايه؟ عشان بيقعدوا على الستورمنج، مناقشات، كلام، يعني بنوصل لمرحله ايه؟ ودي يعني حصلت معانا كتير. يعني انا دخلت في الفريق بعد مثلا بدا بشهرين، اول ما دخلت طبعا انا بتصرف عادي يعني، فلقيت يعني هجوم غريب جدا. يعني طبعا كل واحد له فكر طبعا من فضل الله سبحانه وتعالى. فيعني انا عشان فاهم مانجمنت وفاهم بروجكت مانجمنت وعارفه كويس، يعني بقيت ابتسم يعني لما الاقي حد بيتكلمها بتكلم كده. بعد مثلا اسبوعين ولا حاجه، يعني كلنا بقينا حبايب، كلهم عرفوا ان انا مش جاي يعني لا انا يعني ابين حاجه ولا اعمل حاجه، كلنا لنا هدف واحد اللي هو ايه؟ انجاح العمل اللي احنا معاه كله مع بعض. ودي النقطه فترة ايه اللي قلنا اللي ايه؟ الستورمينج. وبعدين بعد النورمينج بعد كده اللي هي بقى يبقى الامور نورمال، والناس كلها عارفه كل واحد فين، ما فيش بقى يعني في مناقشات قد تيجي من في السكه لصالح العام، في ميتنجز في الى اخره، لكن بايه؟ بحب بقى، وان احنا بقينا ايه؟ يعني فاهمين بعض وعارفين نشتغل ازاي. وبعد كده في بعض البرفورمينج بنبتدي نحسن بقى، واحنا مع بعض وعرفنا بعض خلاص، فبيبقى في ايه؟ البرفورمينج اللي هو بنحسن، طول ما احنا ماشيين بقى بنحسن. وفي الاخر ايه؟ الادجورنج اللي هو خلصنا المشروع وبنسلم على بعض، والسلام عليكم وعليكم السلام، وايه؟ وطاقم المشروع بيمشي كل واحد يروح في حته ثانيه، او بقى في مشروع ثاني بنخش فيه مع بعض، او الى اخره، زي ما ايه قدر ربنا ايه يعني كاتب يعني. فالمهم ماشي، انا بحب الحاجات الاساسيه دي كل شويه كده اقولها عشان ايه؟ نتاكد ان احنا عارفينها ومستوعبينها يعني. الارشاد بظهوره بذاته ونمو حجم المنظمات افقيا وراسيا، المستويات التنظيميه احنا كنا بنتكلم في دي ولا كان مكان في اللي قبلها؟ لا ما لا صح كده. طيب فالمستويات التنظيميه تعتمد على ايه؟ يعني انا دلوقتي انا لو انا شركه صغيره، انا مثلا عندي شركه في اسكندريه وعندها مثلا 10 12 مشروع في اسكندريه، هتلاقي يا دوب مثلا الهيكل التنظيمي بتاع الشركه، وبعدين ايه قسم اللي هي اداره المشروعات، اداره المشروعات ده بتاع 10 15 مشروع. فايه فالليفلز بتاعت اللي هي البريك داون ما فيهاش حاجه تقيله. انما تعال نقول شركه مثلا عندها في القاهره واسكندريه ومصر والفيوم وعلى مستوى مصر، هتزيد. لان دلوقتي هيبقى ايه؟ رئيس مصدر الشركه تحتيه مثلا مجموعه مناطق بقى داخل الجيوغرافيكال، كل جيوغرافيكال بيظبط بقى الهيكل التنظيمي بتاعه، بتزيد الليفلز. يبقى اول ليفل فيه جيوغرافيكال عشان كل واحد يبقى في حته ثانيه. طيب خلينا نطلع مع اكبر شويه، لو في مثلا شركه انترناشونال بتشتغل مثلا في اوروبا وامريكا وكندا ومصر والعراق والولايات المتحده، هيبقى البريك داون بتاعها هتشوف انت مثلا هتبص على مثلا مثلا مدير منطقه الشرق الاوسط، هتلاقيه واحد في ليفل الرابع او الخامس مثلا في وجهه الشرط بتاع الشركه دي او الاورجنايزيشن ده. فالمستويات التنظيميه عددها بيعتمد على ايه؟ على ظروف الشركه وعلى حجمها سواء افقيا او راسيا. وكلما زاد حجم اعمال المنظمه زاد حجم الهيكل التنظيمي طبعا نتيجه لقدر المستويات التنظيميه. طيب السلطات والمسؤوليات، من الضروري تحديد السلطات والمسؤوليات لكل فرد من الهيكل حتى يعرف الموقف المطلوب منه وما هي حدود اختصاصاته. ما ندخلش في بعض يعني، بمعنى يعني مثلا واحد بتاع كيو كيو سي وواحد بتاع كونستراكشن، يعني كل واحد عارف حدوده. يعني انا ككونستراكشن بخلص الشغل بتاعي، او مش كونستراكشن بس، يعني انا واحد بشتغل في برودكشن، في فرق بين اشتغل في برودكشن وبين اشتغل في الايه في الكواليتي كنترول او كواليتي اشورنس. كل واحد عارف ان هو هيخلص معايا الحته الفلانيه بستبس بقى. في كونتينوس كواليتي كنترول during the projects او يعني دي زي شغل سبلاي تشين وزي برودكشن في المصانع والى اخره. يعني انت يعني ايه في continuous quality control على الحاجه وهي بتعملها برودكشن. ف
فيبقى كل واحد عارف ايه اوله ايه من اخره. قاري فيقول ده ايه، عرف السلطه انها ايه بقى؟ الحق في اصدار الاوامر، يعني دي السلطه بقى، والتعليمات للمرؤوسين. يعني السلطه عباره ايه؟ الحق، يعني بصدر اوامر وتعليمات للايه؟ للشغل، للناس اللي بيشتغلوا معايا. طيب هي مفتوحه كده؟ لا، تسير هذه السلطه في تسلسل وتدرج من الاعلى الى الاسفل داخل هيكل التنظيم الرسمي. يعني انا مثلا مدير مشروع، خلاص معايا واحد مثلا مدير مكتب فني، مدير مكتب فني معاه ومعاه خمسه سته مهندسين وكوانت سيرفير ومعاه كواليتي كنترول ومعاه يعني الطقم بتاعه من اول اخره. خلاص يبقى انا كمدير مشروع بعمل ايه؟ بدي حق ان اقضي الاوامر والتعليمات للايه؟ للمدير المكتب الفني التكنيكال اوفيس مانجر، وهو اللي بيعمل ايه بقى؟ بتتدرج من اعلى الى اسفل، بياخد الكلام يكون من اول لاخره ويقسمه بقى على المهندسين اللي عنده، في جزء معماري معماري يعمله، جزء انشائي يعمله، جزء الكتروميكانيكال الكتروميكانيكال يعمله، جزء بتاع كوانت سيرفينج كوانت سيرفينج يعمله، جزء بتاع ال 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 الانترم سيرتيفيكتس اللي هي المستخلصات اللي هو الكوانت سيرفير المفروض بيعملها، وهكذا. يبقى انت ايه؟ سلطه في الايه؟ السب اوردنس بتوع المرؤوسين اللي هم بيشتغلوا معايا، مش كله على بعضه. يعني انا ما اجيش كمدير مشروع، طبعا انا ممكن اتكلم عادي خالص بذوق، انا مؤمن تماما بالعلاقات اللي هي يعني كلنا يعني مع بعض وبمنتهى الحب وبمنتهى الرغبه وبمنتهى في ان احنا ننجح كلنا مع بعض والى اخره. لانه يعني كل في المشروع يا اخواتنا يا ابنائنا يا رؤسائنا يا ابهاتنا يا خلاننا يا احفادنا. خلاص؟ انما في حدود العلاقات الكويسه وفي حدود المسؤوليات. يعني انا دلوقتي لو انا تخطيت مثلا مدير المكتب الفني وجيت للمهندس اللي هو المكتب الفني وتقول لي اعمل كذا 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 وانا صح في النقطه دي، في الحاله دي مدير المكتب الفني خلاص شال ايد او انت شلت المسؤوليه عنه. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان كل واحد مننا يخلي باله. يعني ايه؟ ما يعني كل واحد له مسؤوليات. اتدخل انت بقى لما الاقي ان الدنيا في الانس كنترول، يعني في بلانك اورجانيزنج ليدنج وكنترول، الليدنج ان انا بقعد مع كل ديبارتمنت او كل يعني رئيس قسم او كل واحد من السبورت في الفيرست ليفل بتاعي واقول له احنا هنشتغل كذا كذا بطريقه فلانيه وهو الى اخره وعارف ايه ومن اخره ايه. وفي الكنترول بعد كده، الكنترول بقى هو كواليتي كنترول لكل حاجه، كواليتي كنترول ده مش للفن بس على البرودكشن بس، كواليتي كنترول ده على البرفورمانس وعلى الكوميونيكيشنز وعلى كل حاجه. عشان كده بتطلع بعد كده في توتال كواليتي مانجمنت، بتطلع في السكس سيجما والكلام ده كله. فالمهم ان الالتزام بالقيام بمجموعه من المهام او الاعمال المحدده المسؤوليه كل واحد، والتزامه بها امام رئيسه الذي يقيم اداءه ومتعامل معه. يعني لو اي حاجه عامله خاصه في المشروع، انا مدير المشروع، هو في حد بيروح للمكتب الفني يقول له انت غلطان؟ لو في حاجه غلط غلطه فنيه، او بيروح للكونستراكشن مانجر يقول له انت غلطان؟ لا طبعا، لا طبعا. اللي شال الكلام ده كله، شال الليله كلها زي ما بقول بالبلدي، مدير المشروع. ما حدش هيروح لليفل السكند ليفل او الثيرد ليفل ويقول له والله انت، لا انت كمدير مشروع انت مسؤول ان اللوحه الفلانيه طلعت ناقص حاجه معينه، مع ان انا مش ببصش على اللوحه، انا بعتمد مدير المكتب الفني. يعني التوقيع كمدير مشروع على شغل المكتب الفني طبعا حق ان انا ابص عشان في حاجه باينه او اي حاجه، انا مش هقدر ارجعها تشيكنج بقى بريسايد تشيكنج، يعني سبوت تشيكنج زي ما بيقولوا. طيب يبقى انت توازن السلطه مع المسؤوليه الفرد حتى قيامه بعمله. تفويض السلطه هنا نقطه مهمه بقى، تعني اسناد عمل جزء معين ومهمه اداء بعض الاعمال من الرئيس الى المرؤوسين. اين تصريح مباشر من الرئيس الى المرؤوسين تعني الاتي. يعني ايه؟ معلش يعني ايه؟ ان السلطه بتفوض، يعني انا بقول هتعملوا كذا كذا كذا، وانا في تصريح فري هاند، وبالعكس لازم اخلي اللي بيشتغل معايا عنده ثقه بنفسه لا نهائيه، وبديله
السلطه ان هو يتصرف في اي حاجه، وبدي له الصلاحيات وبدي له الامكانيات ان هو يبدع. ودي شطاره مدير المشروع بقى. تحديد الاعمال التي سيكلف بها الرئيس مرؤوسي القيام بها، يعني بحد الاعمال اللي هيعملوها، تفويضهم جزء من سلطاتهم اللازمه لانجاز هذه الاعمال، وتسلسل عمليه تفويض السلطه من اعلى الى قمه الهيكل التنظيمي الرسمي، حتى قاعده كل مستوى تنظيمي الى ادنى مستوى، حتى تصل الى كل فرد. يعني التسلسل بيبقى من فوق خالص. يعني انا كمدير المشروع انا مفوض من مين؟ انا مفوض من مدير عام شركتي او شركتي اللي انا بشتغل فيها. طب وشركتي مفوضه من مين؟ مفوضه من المالك او السبونسر. فكلها تفويض 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 لغايه التفويض ما يجي لمين؟ للراجل اللي هو واقف بيشتغل بايده في الموقع. يبقى ده التفويض. خلاص؟ الى كل فتره التنظيم الرسمي للسلطات لانجاز الاعمال المنوط بها. من الملاحظات الهامه بقى، يجب ان تتوازن السلطه مع المسؤوليه للفرد حتى يمكن قيامه بعمله. يعني ما ينفعش انا اجيب مدير مشروع واقول له انت مالكش دعوه مثلا بالمكتب الفني، سيبه يعمل اللي هو عايزه. ما ينفعش. او بتاع المدير الكونستراكشن مانجر ده سيبه يشتغل زي ما هو عاوز. ما ينفعش. يعني لازم السلطه تبقى مع المسؤوليه، لان انا مسؤول حاجه في الاخر. لو اي حد انا مش مسؤول عنه في الموقع، او مسؤول عنه ومحدد بشكل او باخر بكلام او بطريقه او باسلوب او اي حاجه، طبعا يبقى ايه؟ المشروع بيفشل وبقع على طول. في الاخر بنقول هو المشروع بقع ليه؟ او ما نجحش كويس ليه؟ طيب، ومما يجب ملاحظته في السلطه والمسؤوليه نواحي الاتيه. السلطه تفوض، دي اهم نقطه بقى ولازم ابقى عارفينها وحافظينها. السلطه تفوض، انما المسؤوليه لا تفوض. انا كمدير مشروع مسؤول عن كل حاجه في المشروع. كل حاجه، كل حاجه بمعنى كل حاجه. يعني لو واحد ماشي زي ما بيقولوا اتعثر، زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين، او تعثر، انا مسؤول كمدير مشروع. خلاص؟ السلام عليكم يا دكتور، بعتذر، انا قفلت على حضرتك المايك غصب عني، معلش انا اسف. معلش معلش حبيبي، معلش معلش يا محمود. فاحنا وصلنا لغايه فين ولا ماشي الحال؟ لا اتقطعت دقيقه واحده بس، مفيش يعني مفيش لحظه حاجة. بس. مش حاجه. طيب شكرا يا محمود، خير خير كويس. طيب قلنا ايه بقى؟ بنلاحظ السلطه تفوض. يعني انا عندي سلطه ان انا ايه؟ اعمل المشروع ده من اوله لاخره. انما المسؤوليه لا تفوض. مسؤوليتي المشروع كله بكل ما فيه وكل ما ايه وكل ما فيه وكل ايه نتائجه. انا مسؤول. افوض حاجه، اللي انا فوضه ده في مسؤوليتي. على رئيس التاكد من ان السلطه مفوضه منه الى كل مرؤوسيه بالقدر المناسب لانجازهم الاعمال التي كلفهم بها. لازم تبقى مفهومه. يعني انا اللي انا مفوضه بحاجه، ده انا مش بجامله، ده بالعكس، ده انا بشيله المسؤوليه. مش جدعانه اما اقول له انت مثلا بدل ما انت مثلا مهندس عادي هعملك مدير تنفيذ. يعني ده مش عشان هو قريبي ولا تخفيت دمه، لا، دي مسؤوليه انا بزود عليه طبعا. ايه؟ عشان يدخل يترقى بعد كده، يبقى يعني ايه، لازم اي حد صغير بيكبر. يعني مفيش حد هيفضل طول عمره مهندس تنفيذ بس، تحصلش. يعني قيام الرئيس او في اي مجال، معلش انا دايما، يعني يمكن احنا كمهندسين دي غلطه شائعه عندنا لما بنيجي نشتغل في المانجمنت، دايما بيبقى كلامنا على ايه؟ على الهندسه، وغالبا على الكونستراكشن، لان هو اكثر حاجه يعني باينه قدامنا. يعني قيام الرئيس بتفويض السلطه لا يعني تفويض كل السلطه الى مرؤوسيه في الكلام بقى، ولكنه يفوض جزء من السلطات الى مرؤوسيه بالقدر المناسب. يعني انا بدي مثلا مدير المكتب الفني حاجه، بدي مدير الكيو اي كيو سي حاجه، بدي مدير الاتش اس اي حاجه، بدي للكونتاكت مانجر حاجه، وكل واحد له ايه؟ جزء مناسب او قدر مناسب من ايه؟ من المسؤوليه، من السلطه، من المسؤوليه او السلطه يعني. طيب المركزيه ولا مركزيه؟ هنا ترتبط المركزيه ولا مركزيه بدرجه تفويض السلطات.
فالتنظيم المركزي هو ذلك التنظيم الذي لا يتم فيه تفويض السلطات بشكل كاف، ولذلك يكون نطاق الاداره ونطاق الاشراف محددا لمستويات الامن، محددا جدا لمستوى الامن. بمعنى ايه؟ انت ممكن تدخل في شركه تلاقي، او مالهاش شركه اي مكان عشان بس حتى مشروع، تلاقي مدير مشروع اهو وتحت ايد بقى كل الناس كله كله كله، ابتداء من الساعي اللي واقف على الباب لغايه الكونستراكشن مانجر، كلهم على ليفل واحد. هذا طبعا منتهى الضعف ومنتهى الـ يعني ما انا ما اقدرش اسمي الكلام ده اداره خالص، لان اللي بيعمل كده يعني مفيش كلام يتقال، يعني مفهومه، يعني واحد كل حاجه، يعني بتاع القهوه والشاي مش هيمكن مش هيعمل كوبايه شاي لحد لما يقول له. فده طبعا ده كلام مش مظبوط. والشركات اللي كده غالبا اذا ما اتغيرتش بتقع، ولو ان الناس بتعتقد يعني لا ده مش عارف ايه وده انا فاهم كل حاجه وانا عارف كل حاجه، انما بتقع. طيب على العكس تكون اللامركزيه حتى تميز بدرجه كبيره من تفويض السلطات على جميع المستويات التنظيميه. ان كل واحد في التنظيم اما بيبقى عارف انه له حدود من هنا لهنا، وطبعا العائد بتاعه من هنا لهنا، وعلاقاته بالناس من هنا لهنا له محدد، في تحديد مسؤوليات، يعني ببتدي هنا بستلم من واحد هنا وبستلم الثاني هنا بعد ما اعمل بروسيس بتاعي ده السيستم ايه اناليسيس. وعلى ذلك فان من المتوقع زياده قدره الرؤساء على الاشراف على عدد اكبر من المرؤوسين، وبالتالي ازداد نطاق الاداره ونطاق الاشراف. ماشي؟ المركزيه ولا مركزيه، كل نظام من الانظمه لها عيوب، ولذلك من الافضل ان يكون هناك مزيج وخليط من المركزيه. يعني في حاجات بتحتاج ان انت تشيل همها، يعني انت كمدير مشروع انت مسؤول عنها. وده في حاجات فيما هو اخطر كمان. يعني حتى يعني لما يبقى لو اشتغلت مع شركه كوري هتلاقي كويسين قوي كل حاجه، وقعد ما تيجي عند حته نقطه الايه؟ الكوست كنترول. الكوست كنترول مالكش دعوه بيه. لو انت حتى ايه؟ يقول لك بيعملوه بالكوري حتى عشان ما حدش يفهمه. لو انت في اي مكان الكوست كنترول بالذات معمول له نوع من الايه؟ من الـ البرايفسي، يعني هاي كونفيدنشال. ليه بقى؟ نخلي بالنا ده عشان الشغل ما يخسرش. بمعنى ايه؟ يعني انا بشتغل في مشروع في مثلا ككونستراكشن مانجر خلاص؟ والمشروع ده بيخسر. طب ما هو البروجكت مانجر عارف انه بيخسر، وصاحب الشركه عارف انه بيخسر. غلط في تحديد اسعار، غلط في اي حاجه، والمشروع بتاعه بيخسر. ما بيغطيش. فانا كصاحب مشروع خلاص انا متحمل الخساره دي، وزي ما بيقول اللي بيشتغل مره كسبان مره خسران. انما لو الكونستراكشن مانجر عرف ان المشروع بتاعه بيخسر مش هيبقى مبسوط، مش هيشتغل صح، هيتفزلك بقى، ويفتكر ان هو مثلا لما يعمل حاجات غلط، لما يضحك على مش عارف ايه، لما ما ياخدش الصنع صح او يقلل سعر، يعني لان ده عشان كده بقول الكوست كنترول ده ما بيتدرع علشان كده، مش علشان الاداره وحشه، لا علشان المشروع يتحافظ عليه. ممكن قوي يكون المكسب يبقى عالي جدا برضو، لو الناس حست ان المكسب عالي ممكن تهمل، ومثلا يعني احنا في الكوست كنترول ده تتحاسب على شكاره الاسمنت اللي بتتفتح. لو انت بتبني طوب ولا حاجه في شويه انصاص فضلت ما تترميش، تتاخد لحته ثانيه. بمعنى ايه؟ ان الموضوع الكوست كنترول بيبقى كونفيدنشال، او بيبقى يعني عنده درجه من السريه ودرجه من يعني ناس قليلين قوي اللي بيعرفوه، علشان مصلحه المشروع وعشان مصلحه الناس اللي بتشتغل. انا بقول لكم عشان برضه في ناس برضه ايه ما بتفهمش الكونفيدنشال ده يعني ايه بالاصول، يعني ده الكلام ده لما يبقى السيستم ماشي كويس يعني. طيب ولا مركزيه معانا يبقى كده هنعرف حاجه ان في دايما في مركزيه وفي لا مركزيه، يعني في حاجه لازم تبقى في ايدي ما شبهاش لحد، او تبقى في حدود ضيقه جدا زي ما قلنا الكوست، زي الكوست كنترول. في حاجات في الدوكيومنتيشن، في حاجات كتير بتبقى يعني ايه واخده طابع مركزي، مش ده مركزي، مش متوزع على كل الناس. يعني انا بيزيكلي
يعني بكون عامل الطقم بتاعي من الاول ماشيين صح، ما فيش عندي حاجه تستخبى نهائيا. بس هو الكوست كنترول برضه دايما هي ايه، دي قواعد عامه ما حدش يقدر ايه دي خبره السنين، يعني مش خبره السنين معايا بس، مع اي حد او مع اي شركه شغاله صح، بما يتناسب مع موقف وظيفه عمل المنظمه وطبيعه البيئه المحيطه والتي تعمل فيها المنظمه. طيب نطاق الاشراف ومبادئ الاداره، يتضمن نطاق الاشراف عدد الافراد الذي يستطيع فرد واحد الاشراف عليه. يعني انا كواحد مثلا في الكونستراكشن، بلاش الكونستراكشن، اي واحد في مشروع اي تي، اقدر اشرف على كم واحد؟ دي مهمه. يعني ممكن انا كامكانياتي ان انا مثلا لو التيم زاد مثلا عن مثلا 30 واحد ببقى مربوك. يعني انا اشتغلت في مشروع مره هنا جوه مصر كان عندي في التيم 170 واحد، 170 واحد، 170 واحد وركينج تيم، يعني غير العمال غير 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 التيم اللي بيشتغل في مشروع كبير قوي هنا في مصر يعني. فالمهم فدي لازم ايه، نطاق الاشراف، يعني على الاقل يستفاد الواحد اشراف عليا. طبعا انت لما دلوقتي بتشرف عليهم اشراف مباشر، انت بتشرف على الفيرست ليفل بتاعك، معاك الكونستراكشن مانجر او بروجكت مانجر، وهو بقى معاه الناس اللي تحت. طبعا الكلام ده كله بيحتاج سيستم بتاع ميتنجز، سيستم بتاع اداره، سيستم بتاع متابعه، يبقى السيستم زي دي اللي بتتحرك معاك وتسمعك صح. رؤساء نطاق الاشراف على ايه؟ عدد المستويات الاداريه، هيكل التنظيم الرسمي ككل، كلما زاد عدد العاملين وانخفض نطاق الاشراف كلما زادت عدد المسؤوليه التنظيميه وتضخم هيكل التنظيم، والعكس صحيح. ماشي؟ يعني اما بيزيد عدد العاملين ونطاق الاشراف بيقل، بتزيد عدد المستويات التنظيميه بقى، يعني ما بيبقاش كله في ليفل واحد فوق، لا بيبقى ايه، يعني انا اقدر اشرف على 7 افراد او 10 افراد، ال 10 افراد بقى كل واحد فيهم هياخد ايه؟ 10 تحتيه وهكذا، فبيزيد ايه؟ عدد ايه؟ المستويات التنظيميه. وهكذا التنظيم بقى بيجي ويتضخم بيبقى يعني خلاص ماشي الحال. مبادئ الاداره، انت بتحكم العام بقى في هيكل التنظيم الرسمي ايه بقى؟ عندنا كذا نقطة. أول حاجة وحدة الرئاسة. مفيش حاجة اسمها، ودي أنا بشوفها كتير، الناس عاملة هيكل تنظيمية تبص تلاقيه في أول صف الهيكل التنظيمي عامل خانة كده وخانة تانية نفسها، وبعدين الاثنين كده حاطين كده وتحتهم إيه واحد. هذا كلام مش صح. يستحيل يبقى الواحد عنده رئيسين. مستحيل، يعني أصل رئيسين أنت دلوقتي يعني مش عايز أقول زي متجوز اثنين، لا. لا يعني القصد ان يعني ايه؟ ان ما ينفعش يبقى انا ليا رئيسين، يعني ليا رئيس واحد. في حالات مثلا برضو ايه، في ناس حتى الناس اللي اشتغلت مانجمنت وفاهمه الماتريكس اورجانيزيشن، الحاجه اللي هي اللي بيبقى له رئيسين اللي هو في الماتريكس اورجانيزيشن، اللي هو لما بيبقى مدير مشروع ومعاه واحد مثلا واحد مثلا ايه بلانر، وفي بلاننج ديبارتمنت، يبقى البلانر اللي معاك في المشروع تابع ليك تحتك، وفي نفس الوقت تكنيكالي تابع لمين؟ الفانكشن اللي في الشركه. ده دي الحالات اللي هي او واحد مهندس او واحد مثلا بتاع بروكيورمنت في قسم بروكيورمنت في الشركه تابع له، بس البروسيس العادي او الشغل العادي كله مع مين؟ المسؤول عنه مدير المشروع، وهو الرئيس الفعلي لمين؟ لاي حد. انما عند الحاجات التكنيكال له رئيس تاني اللي هو ايه؟ الفانكشنال مانجر اللي هو جوه الشركه او جوه المؤسسه او جوه المكان اللي هو فيه. انما الرئاسه واحد بس هو اللي هو مدير المشروع. تدرج السلطات هي جايه من فوق مدير المشروع تحت مثلا الفيرست لاين، كل لاين تحت ايه؟ كل واحد ايه سلطاته ايه حجمها بتتوزع من فوق خالص لغايه ما تبقى تحت خالص. تفويض السلطه، طبعا السلطه بتتفوض. وحده الهدف، يبقى هدف واحد الناس كلها من اول لاخرها، ان احنا عايزين ننجح بايه زي ما قلنا، بالكوست او اقل، بالكواليتي او اكتر، كواليتي وكوست وايه وتايم او اقل، وحده الهدف. طيب دلوقتي نقول المشروع بقى 100 من عمليه التنظيم ايه بقى؟ البدء بتحديد الاهداف وتعريفها بدقه.
انا عارف هدفي ايه. انا مشروع، لو عندي مشروع في حجم اعمال معينه، وطبعا ده بيبان من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الريسورس مانجمنت. يعني انا عايز يعني اي اما بيجي يعمل برنامج الزمني بيحط الريسورسز على كل اكتيفيتي، فلو بان ان انا يعني الحجم الشغل مش مدة المشروع سنة اوكي، وحجم الشغل على السنة ده، إذا أنا كنت فاكر إن أنا مثلا هشتغل مثلا مثلا ب 200 عامل في الموقع، طلع لا أنا عشان أخلص لازم يبقى عندي كام؟ 400 عامل. طب ال 400 عامل دول عايزين كام مهندس؟ عايزين كام مشرف؟ عايزين كام دكتور؟ ده اللي أنا بقول عليه، إن إحنا يعني إيه عشان إيه؟ توضيح يعني إيه تحديد الأهداف وتعريفها بدقة، أبقى عارف أنا هوصل لفين وبإيه؟ خلاص؟ تجميع المعلومات المتكاملة عن المشروع ثم السعي نشرها على المختصين. يعني لازم يبقى في تكامل في جميع كل حاجة تبقى واضحة. تبقى باينة. وبعدين إيه؟ وننشرها على المختصين بعد كده. المختصين، المتخصصين وهكذا. تحديد مصدر السلطة التي تعطي التعليمات للمشروع. مش أي حد يدي تعليمات للمشروع، مش أي حد معدي يعني إيه يقول أي حاجة أو يدي تعليمات. تحديد مصادر السلطة التي تتخذ القرارات بالمشروع. برضه مصدر السلطة اللي بتعطي التعليمات ومصادر السلطة اللي بتتخذ القرارات. اللي بيبقى فيه ناس يعني في التوب مانجمنت، في ناس ممكن يخش في في في, في قرارات خاصة مثلا بتوظيف، قرارات خاصة حاجات كتير، ودي انترناشونال يعني على فكرة بتكلم انترناشونال يعني اللي بتاخدوا قرارات بيبقوا يعني لازم تكونوا معروفين وواضحين ومش غموض يعني، او مش واحد هيرمي حاجه على حد او الى اخره. طيب تخوض السلطات الاقسام والافراد لتحمل مهام واعباء العمل بالمشروع اللي بنتكلم عليه. انا عندي سلطه مثلا كمدير مشروع مسؤول، يعني جاياني منين؟ جايه من التوب مانجمنت بتاع الكوربريت اللي انا بشتغل معاه، او من الـ من الـ من الـ من البروجرام مانجر لو انا عندي بروجرام، او من البورتفوليو مانجر لو انا معايا بورتفوليو مانجر، او من مثلا من الكوربريت. فيعني ايه تفويض سلطات الاقسام والافراد عشان كل واحد يشيل ايه مهام واعباء العمل بتاعه. تحديد معايير قبول نتائج المشروع. يعني ايه ده الكي بيرفورمانس انديكيتورز بقى؟ يعني ايه انا قبلت؟ يعني ايه ما بقى متحدده؟ يعني هل قبلت؟ لو انا مثلا الحاجه الفلانيه خلصتها مثلا 9 على 10 مثلا، بقول حاجه بتتقاس المعايير، فيبقى في معايير عشان اقبل النتائج بتاعت المشروع. الدراسه والتحليل والانصات الجيد قبل اتخاذ القرارات الاستراتيجيه. في النقطه دي انا شخصيا كخبره، طبعا في ناس مش كتير مش هتوافقني على الموضوع ده، لكن دي خبرتي ودي الشغل اللي احنا يعني احسن حاجه تخليك تخطط قراراتك صح وتمشي صح، ان يبقى عندك اجتماعات واضحه، ويعني اجتماعات مع الليفلز اللي فوق، واجتماعات مع الناس التنفيذيه اللي معاك، ومنتهى الصراحه ومنتهى الوضوح. مفيش حاجه تداره، مفيش حاجه تعمل، لا لو عملنا هذا الكلام ومشينا بيه كويس ما فيش مشروع في الدنيا هيقع منك. تحديد مركز السلطه عندما يعمل فريق العمل معاك. يعني فاحنا فريق عمل دلوقتي دي مركز السلطه بتاعنا، دي مشروع يعني هو البروجكت مانجر. يعني عندنا بيبقى في بروجكت دايركتور. البروجكت دايركتور ده بيبقى خاص بايه؟ بالعلاقه ما بين البروجكت وما بين كل الاكسترنال ستيك هولدرز، مع مثلا مع الشركه بتاع، مع المالك، مع السبونسر، مع الحكومه. البروجكت دايركتور هو اللي ايه بيقوم بهذا الكلام. طيب خطوات بناء وعدها هيكل تنظيمي. التعريف بقى، هيكل التنظيم هو ايه؟ الاطار الذي يحدد للمنظمه تقسيماتها التنظيميه. يعني انا مثلا ما احنا دايما بنلجا لشركه المقاولات، انا ده اللي احنا عارفينه. التاسيسات في شركه المقاولات عندنا ايه؟ اول حاجه البيزنس اكوزيشن اللي هو البلوك الاول حاجه، او بلوك
الاوفيس شارت بتاع اي شركه، اللي هو بيزنس اكوزيشن، اللي هو ايه هاو تو اكواير الورك، يعني تو اكواير النيو ورك، يعني انت بتجيب الشغل اول حاجه منين. خلاص. ثاني حاجه الدراسات، دراسات الايه الكوستنج، دراسات الاسعار اللي انا بتقدم فيها. ثالث حاجه ايه التكنيكال اوفيس. طيب، لان الكلام ده كله بيحصل، وبعدين بترسل المواضيع، وبعدين بتاخد حاجه بتيجي التكنيكال اوفيس عشان ايه يظبط بقى الشوب دراونز، ويظبط البي او كيو، ويظبط الكلام ده من الاول لاخر. وراه ايه البلانر، وراه ايه الكونتراكت مانجر، يعني كل دي حاجات ايه في تقسيمات تنظيميه لازم تبقى متحدده تماما. تقسيماتها ايه واختصاصاتها ايه ومسؤولياتها ايه في تلك التقسيمات، بما يضمن ترتيب وتنسيق الجهود لتحقيق اهداف المنظمه بكفاءه وفعاليه. وهو اول ما يتم عمله بعد صدور قرار انشاء المنظمه. عشان كده انا ما في ماليش مصلحه في حاجه، انما اللي ما يعرفش يعرف. اهم حاجه الاستمرار وبقاء اي مؤسسه في 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 ادارتها ان هي ايه تحصل على شهادات الايزو الخاصه بشهادات الايزو، يعني ايه في من غيرها كتير، يعني في الاوروبيان سيستم وفي حاجات كتيره جدا، لكن الايزو اشهر حاجه الايزو 9001 اللي خاصه بالنظام السيستم وكده. متطوراتها بعد كده بقى هتشتغل بتوتال كواليتي مانجمنت، بتشتغل بالسيكس سيجما وباللين سيكس سيجما، وتشتغل بكل بقى انواع الايه الافراد بقى كده. انما لازم الايزو يبقى عندك، وكل واحد عارف هقوله ايه من اخره ايه، لان هو ده اللي بيعمل لك الكواليتي بلان. والكواليتي بلان ده اللي محدد فيه كل انسان جوه التنظيم بيعمل ايه وهيعمل ايه وامتى وازاي وعلاقته بال، يعني ده الكواليتي بلان اللي هو يعني ايه. ف شمس احمد مرعي في اي 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 انا بس انا بس كنت عايز اسال في حاجه معينه بس قبل ما ننقل لنقطه جديده. اؤمر دلوقتي في حته تنظيم العمل، تمام، أيوة. ممكن يحصل تضارب بين مثلا الكواليتي، قسم الكواليتي كنترول والتنفيذ، ازاي الموضوع يتنظم، خصوصا مثلا لو مدير المشروع منضم او جاي في سكه التنفيذ اكتر. يعني مفيش حاجه اسمها كده، الكلام ده نوع من عدم تفاهم. يعني ايه اداره؟ انت الكواليتي كنترولر في اي مكان ده بيوفر كتير جدا 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 جدا، وبيخلي الدنيا سموث. انا بكلمك على الكلام الحقيقي، مفيش حاجه اسمها حد، يعني انا كمدير مشروع مفيش حاجه اسمها انا ابقى مع الكونستراكشن ضد الكواليتي كنترول، يعني ببساطه شديده. ما انت وعشان كده برضه الكواليتي كنترول ده الكواليتي اشورنس، مش عايز اقول له سلطه على مدير المشروع، لا، بيفتش على مدير المشروع وعلى الدوكيومنتيشن بتاعه على كام كل الاخر. الكواليتي اصلها مش قصه انتاج بس، يعني انما في السايت. طب انت هسالك سؤال، خلاص هنقول مدير المشروع ماشي مع بتوع الكونستراكشن ضد الكواليتي ايه؟ ضد الكواليتي، انا مش كواليتي اشورنس، خلي بالك انا فاهم وجهه نظرك، تمام، لو موجود في الموقع الشغل عايز يمشي، بس لازم في كلمه واحده بس فاضله عشان نقول الشغل عايز يمشي صح ولا يمشي وخلاص. بيبقى هو عايز ينجز، يعني هو بيقول لك انا متاخر انجزني. لا، متاخر بس ينجز صح. تمام، فاهم قصدي يا باشمهندس؟ يعني لو انا هدفي، كلنا هدفنا واحد، ان نشتغل صح، ما فيش حاجه هتعطل، ده بالعكس، لان انت وانت بتجري انت بتبقى معرض ان انت تغلط في حاجات، في حاجات في وانت بتشتغل. خلي بالك، يعني لو انت عندك يعني ايه نوع من ال من ال عايز تخلص، تم تسليم شغل معين، او انت اتاخرت في فتره معينه من الشغل، وعايز تخلص شغل مثلا في فتره معينه اصغر من حتى من موجوده في، عايز تعوض حاجه، يعني هتلاقي نفسك بتعمل حاجه بكواليتي واطيه. طب ما يجي لك بقى بتاع الكلاينت او الكونسلتنت راجل وفاهم وعارف، يقول لك لا يا حبيبي هذا الكلام مش مقبول ومش صح. اولا انت حرقت الكواليتي كنترولر بتاعك. نمره اثنين اللي هي الكوست اوف باد كواليتي بقى اللي احنا بنتكلم عليها، جمع عشان كده يعني جمع الناس بتزعل منها بقول الكلمه دي، اللي ما يعرفش كيو اي كيو سي
يعني بلاش يقول انا مدير مشروع قوي، يعني مدير مشروع بس يعني ايه، مش يعني الكيو اي كيو سي، وانا بقول لحضرتك على خبره السنين، الكيو اي كيو سي والاتش اس اس اي للاسف ان كلنا فاهمين ان ده اوفر كوست او ده كوست، مش مشكله، احنا نخلص بقى ونسلم استشاري باي طريقه. هذا كلام مش صح، حتى لو انت عندك استشاري مش تمام وبيلف وبيدور وبيقبل حاجات غلط، هتيجي في الاخر هيبان الاثار الغلط ده وهيبقى اكيوميليشن. انما افضل حاجه، وهذا الكلام انا مش بقوله خيال، يعني اللي اشتغل في شركات مش احنا على فكره ممتازين، خلي بالك انا مش بتكلم على احنا يعني فينا الكويس وفينا اللي مش كويس. لو اشتغلت في شركه انترناشونال وكويسه ومشيه، ده انا اعرف شركات هنا في مصر، شركات اجنبيه بتشتغل بالسيكس سيجما من سنه 99 2000 هنا، وشغال فيها مشروعات هنا في اسكندريه، يعني انا بتكلم اسكندريه دلوقتي. فالكيو اي كيو سي حضرات الافاضل لازم نخلي بالنا ونلتزم بيه، لان احد اسباب ان المشاريع ما بتتمش او ما بتنجحش النجاح المناسب او الكوست بتاعها بيزيد، لان الكيو اي كيو سي لازم يكون مظبوط وصح، ولازم يكون برضو الاتش اس اس اي ده. بالمناسبه انا برد عليك وبرضو باكد، ما حدش يستخسر في لا في الكواليتي اشورنس ولا في الكواليتي كنترول ولا في الهيلث والسيفتي والانفايرمنت، لان الكوست اوف باد كواليتي للاسف محدش بياخد باله منها. لما انا اكون بنيت حاجه معينه ويجي لي بقى الاستشاري او المالك يقول لي دي وحشه وهدها، الكوست بتبقى كم مره؟ هتلاقيها ثلاث اضعاف الكوست اللي انت المفروض تعملها. انا هتطالب انك تهد، هتطالب انك حد جديد، هتطالب تعمل الكوست اوف باد كواليتي، دي نقطه ناس كتير جدا ما تاخدش بالها معايا. بالنسبه للهيلث والسيفتي، يا عم ده مش عارف ايه، ده احنا متكتب مش بتعرفش تنتج. لو احنا الواحد متعلق في الدور الثاني الثالث الرابع الخامس مش لابس السيفتي هارنس وواقف وبيشتغل صح ووقع واحد وقع، تكلفك قد ايه؟ قد اللي هتصرفه على السيفتي 10 مرات، ادي واحده. بالاضافه للنقطه الثانيه برضه انت فتحت الموضوع ده، ان الكواليتي والسيفتي بتوفر لك وقت وبتعلي لك انتاجيه، لان انت من الاول خالص في حاجه اسمها الليرنينج كيرف. لما انا العامل اللي عندي والناس اللي بتشتغل عندي بتشتغل معايا في المشروع من الاول شغاله بمستوى كواليتي كويس، خلاص ايده اخذت على كده وتعود ان هو كده، وبتلاقي الشغل الجوده بتاعته اتصلحت لوحدها. الرساله وصلت يا باشمهندس احمد؟ خمس احمد انت عملت ميوتنج للميكروفون بتاعك. شمس احمد هو اللي في حصل حاجه في الصوت ولا ايه؟ شمس محمود الصوت دكتور انا عملت باشمهندس احمد اهو يعني ان ميوت بحيث انه يفتح صوت لو في مشكله يعني هو ان ميوت دلوقتي بس يرد عليا يعني يبقى في يعني شوف هو يعني هل الكلام وصل يعني الرد وكده. الو ايوه تمام يا ريس انا وصلني، بس النت كان معلق وبس وصلني الرد تمام وصلت يعني. طيب تمام يعني خلي بالنا يعني وعلى فكره برضه احد اسباب الفوارق ما بين الدول، الفوارق بين الدول هو الكيو اي كيو سي غير برضه الكالتشر، لان ده كل ده كالتشر. يعني اليابان ما طلعتش الا بديمينج تمام بس هو هندسه. اتفضل ليه بيقفل الصوت عندك يا باشمهندس احمد؟ محمود هو في نقطه بس هندسه، ان الكواليتي كنترول بيستمد قوته من قوه المالك، فلو المالك او الاستشاري اللي عليك ضعيف بيبقى دور الكواليتي كنترول بيبقى ايه مش قوي زي يعني لو الاستشاري قوي او الملك قوي بيجبر مدير المشروع اساسا ان هو يحترم دور الكواليتي كنترول والسيفتي. يعني يا باشا احنا ده كلام معلش، ما هو ده كلام يعني سوري يعني كلام مش منظم. كل واحد له دور، يعني هو دلوقتي لو الكواليتي كنترول ما استلمش الشغل صح خلاص يبقى شغلته ايه في الموقع؟
عشان يمضي، بتخرب الدنيا. عشان يمضي على الـ على الريكوست يعني، ما ما يعملوش شغل. انما موقع الامر لا، ده شغله يعني اقوى من الكونستراكشن. الكونستراكشن بيجري بيجري بيجري، وده بيجري معاه بس بيجري بخطوات ايه؟ بعين بثيرد اي، يعني بعين بره اللي بيشتغل، لان يعني اللي بيشتغل دايما مش شايف اخطائه. فاهمني؟ مشكله تمام. كبير وصغير. انا ممكن ابقى مهندس بيشتغل بقالي 20 30 سنه وكواليتي كنترول معاه بقاله 5 6 سنين ويطلع لي اخطاء، ولما لا لا يعيبني، لا انا اسمع كلامها بقول، عشان كده بقول لك الهدف يبقى تمام واضح ويبقى محدد ويبقى يعني طبعا هدف صحي، يعني هدف هدف تمام سكت ده بالله. تمام وصلت يا دكتور، وصلت. تمام يا ريس، زي الفل. شكرا. طيب ماشي ماشي. تحديد الأنشطة الرئيسية، وذلك عن طريق تحديد الأهداف الرئيسية وتجزئتها إلى أهداف فرعية، ثم ترجمة الأهداف الفرعية للأنشطة الرئيسية تؤدي إلى تحقيق الغايات اللي هو البريك داون ستراكشر عادي خالص، والأهداف الرئيسية. في هذه المرحلة تراعى خصائص التركيب الهيكلي الفعال، وذلك بوضوح المهام والأنشطة وعلاقات المنظمة التحليلية والعناصر. أدخلت في إجراء التحليل كالآتي. قول البريك داون ستراكشر. طيب دلوقتي المهام هتبقى ايه؟ يعني انا الوظيفه بتتاكد اهميتها ايه؟ واخد بالك ازاي؟ بعد كده الهدف، ليه بعمل الـ 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 العمل ده؟ الافراد بقى مين هم اللي هيشتغلوا معايا؟ او اللي هيشتغلوا داخل جوه مسؤولياتي؟ الموارد الماليه هستعين بمين؟ او الموارد الماليه اللي عندي قد ايه؟ لان تبقى عارفها يوم ما يبقى ما فيش، هتصرفوا ازاي؟ هنيجي ازاي؟ ولكن بقى اشتغل وانا هنتصرف وانا ايه، وربنا هيساهم وربنا هيسال. بس انا بقى لازم اكون دارس، يعني هو مفيش حاجه ربنا ما بيسهلش بيها. انا لما ببقى عارف المكان اين، الوقت متى، كل دي مهمه جدا. خلاص. المركز والدرجه، مستوى التنظيم الراسي. التنظيم الراسي اللي فوق خالص اللي هو مين؟ بيبقى بروجكت دايركتور، تحتيه بروجكت مانجر، تحتيه الفيرست لاين بتاع الفانكشنز اللي هي بقى تكنيكال اوفيس، الاتش اس اي مانجر، الكونستراكشن مانجر، الكونتراكت مانجر، كل الليفل فيرست بيكون من اول اخر. التنظيم ده كل واحد من الدول تحتيه ناس، اللي هو مثلا بتاع مثلا هنتكلم على مين؟ نتكلم على التكنيكال اوفيس. التكنيكال اوفيس فيه مهندس معماري تحتي مثلا، مهندس صغير بيشتغل معاه معماري تاني، المثل الانشائي معاه واحد او اثنين او ثلاثه بيعملين ايه؟ مستوى تاني في التنظيم، في الهيكل التنظيمي. خلاص؟ فالمركز بقى والدرجه بتعتمد على ايه؟ مستوى التنظيم الراسي. كده. وبعدين يبقى عنده رسام برضو تحت مثلا. طيب الدور بقى والمرحله، الخطوه داخل العمليه، انا فين؟ هل انا في اول البروسيس ولا في نصه ولا في اخره؟ يعني ايه؟ طبعا انت كل ما قربت من النهايه بتبقى الموضوع مهم. يعني لو في غلطه من الاول وحصل كوميليشن في الاخر، هتلبس اخر واحد في الـ 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 في البروسيس. لو في غلطه من الاول خالص ومحدش خد باله منها، مش هتعرف ترجع لمين. ماشي الحال؟ عشان كده الكواليتي كنترول لازم يبقى ماشي مظبوط وماشي صح من الاول خالص. الفرص، ما هي المهام الاساسيه والايه والثانويه؟ لازم يبقى كل واحده واخده ايه حقها. طيب اهم مراحل بناء الهيكل التنظيمي وتتمثل ست مراحل، هي ايه؟ ثلاث مرحله. كيف تحدد الانشطه الاستشاريه والمعاونه؟ الانشطه النمطيه في جميع المنظمات، في التخطيط والمتابعه والشؤون القانونيه، تنظيم الاداره، الامن والى اخره. في حاجات دي انشطه نمطيه اللي هي المين بقى اللي هي البنتك. في حاجات معاونه زي شؤون العاملين، شؤون العاملين اللي بتجيب الناس، او مثلا بتحضر الصراف او الى اخره. السكرتاريه دي بتعمل خطابات، بتعمل دوكمنت كنترول، بتعمل فايل سيستم، بتستقبل، بتنظم المواعيد وهكذا. المحفظات اللي هو الدوكمنت كنترول او الارشيف، يعني هو يعني ده المحفوظات دي عمليه مهمه جدا جدا. اي نعم دلوقتي يمكن تسهل شويه علشان كل الحاجات بقت الكترونيك، لكن مع الالكترونيك لازم يبقى عندك
المحافظات ده احنا في يعني يعني لما كنا في الخليج كنا بنشوف، مش متخيلين الارشيف ده في الليتر سيستم بتاعت حفظ الفايلات، حاجات بتتحرك وتدخل وتطلع. يعني احنا يعني حقيقه حقيقه، فدي مهمه جدا، لان خلي بالنا برضو ان الدوكيمنت الاركايف الفايلنج سيستم والدوكيمنت كنترول من اهم الموضوعات اللي في المشروع. لان انت لو عندك كليم، لو عندك اي حاجه اربيتريشن، عندك اي حاجه، عندك كيس ليجال كيس في اخر المشروع، محدش بيرجع للمشروع، بيرجع للايه؟ للدوكيومنتيشن. هنخلي بالنا ان الدوكيومنتيشن بتاعنا والفايلنج سيستم يبقى بيرفكت، لان انت كل ما كانت حاجتك بيرفكت ومظبوطه ومتصححه وتمام، حاجات انت تتعبط على حقوقك، ولو عندك كلين، لو عندك اي مشكله هتتحل، هتتحل لصالحك يعني. بعد كده الحسابات طبعا دي انشطه معاونه، المخازن انشطه معاونه، مشتريات انشطه معاونه، الشؤون الماليه انشطه معاونه، والاداريه بصفه عامه دي انشطه معاونه. فدي انشطه نمطيه اللي هي تخطيط، متابعه، شؤون قانونيه، تنظيم مقدار وكذا والاخر. الباقي بقى ده كل ده ايه؟ انشطه معاونه. طيب اهم مراحل بناء كانت ست مراحل. الرابعه بقى هي الاصول والاعتبارات التي مراعاتها عند تجميع اوجه النشاطات الرئيسيه والفرعيه في وحدات تنظيميه. مراعاه ظروف كل مشروع من ناحيه الموارد والامكانيات الماديه والبشريه المتاحه. وكل مشروع له ايه؟ موارد امكانيات ماديه، عشان ايه؟ يبقى ظروفه ايه؟ يبقى لازم اراعي ظروفه وانا بعمل الهيكل التنظيمي. في مشروعات مثلا اعمال الكهرباء والميكانيكا فيها كتير جدا، اعمل حسابي ان طاقم الكهرباء والميكانيكا في الموقع يبقى طاقم كبير، وحقيقي في وقت معين يسمع عشان حجم الاعمال كبيره مثلا. بيان حدود نطاق الاشراف المناسبه، كل اشراف من حد، اشراف دي انا بتقصد ايه؟ بتقصد يعني انت لو انت التوب بتاع، لو انت مثلا مدير المكتب الفني، دي نطاق اشرافك على اللي حواليك. لو انت في اتش اس اي مانجر، يبقى انت على اللي حواليك، يبقى بتاع الكواليتي، مدير كواليتي معاك ومدير الاتش اس اي معاك. يبقى ايه نطاق الاشراف؟ يعني الاشراف مش اشراف على التنفيذ، يعني ده اشراف على الايه؟ على الطاقم بتاعك جوه الهيكل التنظيمي. الاستفاده من مزايا التخصص وتقييم العمل، ودي نقطه مهمه جدا. يعني يعني انا دلوقتي دي موضوع شفته قريب جدا، يعني بدون ذكر اسماء، يعني واحد مهندس معماري، مهندس معماري كبير وبيشرف على شغل في موقع معماري، معماري متخصص جدا وجميل وفنادق يعني. جاي مهندس شكله ايه؟ مهندس مدني لسه متخرج، اول مره في حياته يتخرج يشتغل، بيشرف على اعمال تشطيبات واعمال اصلاح تشطيبات. فدي طبعا لازم ده ابقى يعني اخلي بالي، ممكن بعد مثلا 5 6 سنين ولا حاجه من المهندس المدني ده يشتغل بهدل ويعمل انما اول ما اتخرج كده اقول له انزل. دي بقى يعني ايه؟ دي احد اسباب الحاجات المشكله، انما ما احطش التخصص بتاعي في مكانه يعني. وتقييم العمل، استفاد من مزايا التخصص وتقييم العمل. تحقيق التكامل والتنسيق بين كافه الجهود الجماعيه. يعني في تكامل، انا مكتب فني معايا معماري، معايا انشائي، معايا معايا كذا كل اخره، وتنسيق بين كافه الجهود الجماعيه. المكتب الفني دلوقتي في البيم، بيلدينج انفورميشن موديلنج، والريفت، والدايمنشن، بقى اصلا 10 11 دايمنشن. النهارده المواضيع بقت يعني ايه؟ اسهل بكتير جدا مما كنا عليه دلوقتي يعني، والامور واضحه وممكن المواضيع تبقى سهله جدا، ما تاخدش الجهد اللي احنا كنا بنعمله ده. احنا كنا علشان نراجع المعماري مع الانشائي نقعد مدد، تقعد تراجع ده، وبقى يعني خصوصا ايام زمان قبل ما قبل الكمبيوترز وقبل الحاجات الموجوده دلوقتي. البيم دلوقتي ما شاء الله بيظبط اي حاجه وبيظبطها، وبيعمل لينك كويس قوي ويربط ما بين الديفرنت ايه؟ الديفرنت اكتيفيتيز يعني. طيب تلاقي الازدواج او التداخل في الاختصاصات، بيان الاهميه النسبيه لاوجه النشاط الرئيسي في المنظمه.
خلاف الازواج وتاخد خصاصات، يعني ما بيجيش واحد يعني ايه يخش، يعني واحد معماري يخش في سوق الانشاء وانشاء يخش في معماري، او لو الموضوع متقسم بقى متخصص قوي، يبقى ما بيجيش واحد الكتريكال ده هو ميكانيكال وهكذا، يبقى كل واحد ايه ما يبقاش فيه ازدواج في او تاخد خصاصات يعني. بقى الاهميه النسبيه لاوجه النشاط الرئيسي في المنظمه، وبالتالي في جميع اي حاجه تانيه خلي بالنا. يعني دلوقتي حتى الاي تي نفسه في تخصصات مهوله، ما بقتش العمليه هو واحد قاعد على الكمبيوتر وبيشتغل وخلاص مش اي حاجه. يعني احنا زمان كنا اللي كنا بنشتغل بالبيزك وبالفورتران والكلام ده كله كنا فاكرين نفسنا يعني النهارده لا، النهارده ده واحد بيبقى متخصص في حته من الموضوع، يعني مش الموضوع كله على بعضه كمان، فلازم هذا الكلام يتعامل. وعلى فكره بالمناسبه برضو دي نقطه كويس ان طلعنا حته كده يعني في الكلام، ان الهياكل التنظيميه دلوقتي في انواع كتير من الهياكل التنظيميه اختلفت بعد ايه بقى؟ بعد ما حصل الشغل كتير قوي بقى اونلاين، وبعد ما الالكترونيك سيستمز ما اشتغلت. يعني النهارده ده في ناس ممكن تشتغل في التجاره ومع ناس عمرها ما شافتها، فدي او تشتغل مثلا في انتاج، يعني ابقى عامل تيم مثلا على البيم سيستم والكترونيكال، واحد معماري مثلا في القاهره، واحد انشائي في اسكندريه، وواحد مثلا بلانر من لندن، وواحد وهكذا، واحد دوكمنت كنترول مثلا من الهند. فالهياكل التنظيميه دلوقتي اختلفت مع تغير الايه؟ السيستمز بتاعت الشغل. يعني احنا ايامنا من زمان، كان زمان قوي يعني صدق كم سنه عشان ما تتخضوش، يعني كان يعني يقول لك ايه؟ مهندس المشروع او مدير المشروع وبس، يعمل كل حاجه. كل حاجه بمعنى كل حاجه. كل حاجه. مراجعه رسومات، عمل رسومات، تخطيط الموقع، رفع المساحي، الوفع الخرسانه، كل حاجه، بيعمل المستخلصات، كل حاجه، كل حاجه بمعنى كل حاجه. كان زمان مهندس كان كده، دلوقتي خلاص ما عادش الكلام ده، دلوقتي في تخصصات بقت يعني ما حدش يقول بقى ان زمان احسن او دلوقتي احسن، لا طبعا كل وقت له 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 وقت له اذان وله طعمه. وطبعا انا يعني ايه انا يعني بحب الشباب جدا المتميز يعني الحقيقه، يعني ما عنديش فكره ان يعني نقول ايه لا ده احنا الجيل بتاعنا ده احسن من الجيل اللي بعدنا، لا لو الجيل اللي بعدنا طلع اوحش مننا يبقى احنا اللي غلطانين مش هو. فالمهم تحقيق التكامل التنظيمي من كافه الوجود الجماعيه، طلاق الازدواج، تلافي الازدواج، الاهميه الاول نشاط رئيس المنظمه، تفوق تسهيل عمليه الرقابه. ان زي لما كنا بنتكلم دلوقتي مع الباشمهندس احمد مرعي، عمليه الرقابه نسهلها، ما اعتبرش نفس طرف والكواليتي كنترولر طرف، اوعى حد يعمل كده ابدا. والكواليتي كنترولر برضه لازم يبقى كيس. بمعنى ايه؟ يعني انا اذكر زمان قوي كنا بنبني في شرم الشيخ، وكانت دكتة الاداره، وكان معانا بقى كونسلتنس كانوا ممتازين صراحه، يعني اعلى مستوى كونسلتنس، منهم وزراء دلوقتي وناس كلها ممتازه. فالحقيقه من فضل الله سبحانه وتعالى نجحنا، كنت شركه مقاولات يعني برضه من ذكر اسماء عشان يعني نعمل لائحه. كانوا يقولوا مثلا مارس القاضي شاف الموضوع ده، يعني بيروحوا للاستشاري يقولوا تعالى احنا مستعجلين حضرتك، عايزين تيجي حتى مثلا ايه تشوف لك الموضوع عشان عايزين نصب الخرسانه مثلا. فيقولوا مارس القاضي شاف الكلام ده، يقولوا انا مش شاكك في نفسي، انا بقول لكم على السيستم اللي هي تنجحك وتخليك يعني استشاري. لما بيعرف ان انت، هو طبعا هو ما مش صاحبي، يعني هو عرفني هناك، عرف ان انا ما بسكتش، يعني كنت اريا مانجر، كنت تكنيكال اريا مانجر خلاص. فلما ما انا ما بسكتش على غلط، او ما بسمحش لحد يعمل الغلط. فيجي الاستشاري يقول ايه؟ مهندس القاضي شاف؟ شاف، خلاص توكله على الله صبه. احنا دلوقتي يعني اللي بيبقى كده بيقولنا ايه؟ ابعت لي صور، ابعت لي فيديو، ابعت لي، لما يبقى استشاري يعني ايه متجاوب يعني. انما ايامها مجرد انه عارف ان فلان الفلاني، والله مش تشكيك في النفس، زي ما بقول لكم اللي بياخد اموره بجديه
وخلي بالنا مش جديه يعني اتم، لا يبقى دمك خفيف وبتضحك وبتهزر وبتحب الناس اللي معاك وهم بيحبوك من الاول لاخر، انما ما نسمحش انها يبقى في عندنا ايه بروبلمز او عندنا يعني ايه حاجه مش مظبوطه في شغلها. كان في يد اترفعت دلوقتي يا باشمهندس محمود. ايوه دكتور، انا هي الفكره بس تكمله النقطه اللي حضرتك قلتها دي، تبقى بس حته ثقه من الشاري، خلاص انا طالما استلمت من فلان الفلاني ده ولقيته بيراقب كويس فخلاص تمام، انا تمام. ده بقى بيساعد اكتر ان شغل الشركه يمشي يعني. بالظبط، ما انت مهندس احمد مش انت كنت معانا من شويه، فدي نقطه بس ما بتتكونش بسهوله، خلي بالك انت فاهم قصدي ازاي؟ يعني هو بيتعب وبيعرف انت بتاخد اي درجه من الجديه، خلي بالك الكواليتي كنترولر عندك ماشي مظبوط ولا بيجامل، ده بيريحك وبيقلل لك التايم، لان انت لو كسبت العمليه خلصت خلصت، والهدف كله في الاخر ايه؟ ان انا بسيف الكواليتي وبسيف التايم وبسيف التاسك. فلما انا اشتغل بالمظبوط وسمعتي كويسه من الاول خالص، وعارف ان انا البرودكشن بتاعي ما بتنزلش عن حاجه لحد او بجامل حد، كل ده هيتوفر معايا، التايم هيتوفر لان مش هجيبه كل شويه يجي يستلم مني. نمره اثنين الكوست، ان انا مش هكسر حاجه واعملها من اول جديد، لا ده انا صاحب الشغل وانا معاك ايدي بايدك، مش هخلص حاجه واكسرها او هخلق هعمل حاجه وافكها واعيدها تاني، لما يبقى الكونتينوس كواليتي كنترول ماشي اول تايم، لان طبعا التايم هو ايه يتم الحاجه ايه فروم فيرست تايم، يعني جاست ان فروم ذا فيرست تايم او جود فروم ذا فيرست تايم. ماشي تمام ماشي يعني كده الامور واضحه يا باشمهندس احمد. ماشي برضه احنا بقى المرحله الخامسه، اختيار الاساس المناسب للجميع او النشاط. في الاول الاساس الوظيفي، النشاط الفني، النشاط الاداري، النشاط التمويلي وهكذا، يعني تبقى العمليه ايه متقسم باسس باساس معين، يعني نشاط فني في تكنيكال اوفيس، في كونستراكشن مانجمنت، في اي بي سي وهكذا. النشاط الاداري انا حاجات كتير قوي في الاداره بقى، في الرقم من الاتش ار والحضور والانصراف وكل حاجه يعني. النشاط التمويلي بقى اللي هو الخاص بالايه بدراسات الجدوى بالمستخلصات بالكلام كله ما يحمل على التمويل. مزايا بقى ايه؟ يبقى ببساطه سهوله وتخصيص افراد في مجال معين، كل واحد يعني كل متخصصين مع بعضهم وكل واحد عارف الحدود بتاعته، وبتوصل الحدود بتاعتك انت كفني ام فين، ودخل معاك المالي امتى وهكذا. من عيوبه بقى مبالغه كل تخصص وظيفي نشاطه واهدافه. ولو ان انا بالنسبه لي يعني المشاكل دي بقى بتقابلني لما ما ببقاش على راس النظام. يعني لو انا بروجكت مانجر ما عنديش حد احسن من حد، ولا جنسيه احسن من جنسيه، ولا دين احسن من دين، ولا وجهه نظر احسن من وجهه نظر، لا كل ما خليت حاولت تحط يعني العدل نصب عينيك وما فيش حاجه تقص يعني. وعلى فكره دي ده هو المفروض كده يعني، انا مش بتكلم عشان مش هقول الاسلام، لا اي واحد على دين، اي على دين لازم يتوخى العدل، يعني العدل ده يعني دي اهم حاجه في حياتنا يعني. وده برضو احد اسباب نجاحك يعني، اوقات كثيره جدا يعني انا ايه ما كنت ببقى انا مصري ومعايا مصريين في الموقع ومعايا فلسطينيين ومعايا هنود ومعايا فلبينيين ومعايا سوريين ومعايا كل المصريين قد يعتقد ان انا مثلا حامله او ان انا هنصره على اي حد وهو غلطان. لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن واحد هندوسي 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 يبقى مثلا له حق في حاجه لو حقه عندي انا، مش ممكن ما اديهوش، مش ممكن. وكل ما توخيت العدل وكل ما توخيت الـ يعني ايه الصح
هتلاقي الدنيا ماشيه معاك زي الفل زي الفل. انما لما ابتدي بقى اقول اه ده اصل ده بلدياتي، ده اصل ده يعني زي اصل الكلام ده كله كلام يعني ايه، على فكره كلام ده، ده مش ده 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 مش كلام ساكت يعني زي ما بيقولوا السودانيه، لا ده دي حقيقه دي حقيقه دي حقيقه. يعني ما بيسببش المشاكل في المشروعات او في الحياه عموما الا عدم العدل حتى بين ولادك. يعني انت لو صحيت من النوم بالليل وعندك ولدين نايمين، لازم بص ده بص ده بص ده بص ثانيه. يعني العدل ده لازم نحطه نصب اعيننا يعني. طيب احنا قلنا بقى ايه الاساس الوظيفي، قلنا ببساطه سهوله عيوبه مبالغه في الاتخاذ الوظيفي من نشاطه واهدافه، متى يستخدم المشروعات الصغيره المتوسطه عدد محدود من المنتجات الروتينيه. خلاص ده اساس الوظيفه. في اساس جغرافي بقى زي ما كنا بنتكلم في اول الشغل، ان مثلا لو انا شركه صغيره شركه على قد مثلا اسكندريه، احنا يعني انا في يعني في 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 قطر وكنت ماسك شركه مقاولات هناك، انا كان كل يوم اثنين بالليل كان عندي مثلا 15 20 مشروع، لازم ميتنج مع 15 20 مدير مشروع لازم، ومش عشان اخطب فيهم لا، عشان كل واحد يقول مشاكله ويقول ويبقى يعني برين ستورمنج لاي حاجه، كل واحد في واحد عنده حاجه زياده، في واحد عنده حاجه ناقصه، في واحد يعني ياخدين بالكم. ف الاساس الجغرافي ده يعني ايه بيصعب الدنيا شويه. يعني هو شركه عندها ناس في اسكندريه وناس في القاهره وناس في اسيوط وناس في قنا وناس في كده، فتبقى دي ايه تجميع الانشطه المتعلقه بمنطقه جغرافيه في وحده اداريه خاصه بها، وبعدها اساس وظيفي. يبقى اساس جغرافي بعد اساس وظيفي، يعني بيبقى نفس الوظائف موجوده هنا خلاص في اسكندريه هي يعني نفسها الموجوده في القاهره، نفس الوظائف موجوده في قنا الموجوده في اسكندريه في اي حته في البلد. بقى بس ايه اساس جغرافي، ودي بقى الفوق بقى التوب مانجمنت بتاع الكلام ده كله، يعني في مدير منطقه اسكندريه، مدير منطقه القاهره، مدير منطقه الفيوم، مدير منطقه كذا. دول كلهم اللي بيبقوا ايه الفيرست ليفل، اللي هم بيبقوا تابعين للكاربت اللي فوق. طيب تجميع الانشطه المتعلقه بمنطقه جغرافيه واحده في وحده اداريه خاصه بها، وبعدها اساس وظيفي. من مزايا الاهتمام بالمناطق الجغرافيه الاستفاده من المدينه التي توجد في المناطق المحليه، مراعاه الظروف الخاصه بكل منطقه يمكن الاعتماد عليه في المستويات الاقل وليس في المستويات الاعلى. تمام، ان انا كل حته ليها مزايا معينه. يعني في عماله في منطقه بتبقى ارخص من منطقه ثانيه. يعني لو انا في حته مثلا في الصعيد مثلا وبعمل شغل مثلا في عمال كتير مثلا ما بيشتغلوش ولا حاجه، هتلاقي لو انت العامل بياخد مثلا 150 جنيه او يعني زي ما ياخد يعني هنا مثلا في اسكندريه او في مفروع في اي حته، هتلاقي هناك بياخد مثلا 100 مثلا، اللي هو جنب بيته بقى وكان مش متغرب بقى وبيصرف على نفسه هناك والكلام ده كله. من عيوبه تكرار بعض الوظائف، ودي طب طبيعي، هو انا لازم يعني انا هعمل مكتب فني هنا في اسكندريه، هعمل مكتب فني في القاهره هكذا، لكن الحاجات دي كلها لما بتندرس صح تبقى طبعا ايه كويسه. وبرضه في ظل السهوله دلوقتي اللي بقت في الكوميونيكيشن، ان في ناس كتير جدا مثلا ما تعملش تكنيكال اوفيس كامل، يعني يبقى عندك تكنيكال اوفيس مثلا كونت سيرفير، واحد مثلا فاهم بقى معماري وانشائي وكده ومع بعضها، خصوصا مع وجود البي ام برضه، فممكن يبقى في نوع من الايه المركزيه بالنسبه للحاجات كتير. ارتفاع التكاليف، عيوب ارتفاع التكاليف، صعوبة مهمة الإدارة العليا في التنسيق والرقابة. طبعا ارتفاع التكلفة لأنك بتوظف ناس أكتر. بس لو أنت عندك مشاريع تشيل الناس دي ماشي. يعني دي بيز الماتريكس أورجنايزيشن اللي هنتكلم عليها. اللي أنت ممكن واحد يبقى بيشتغل على كذا مشروع. يعني مشروع ممكن يبقى مدير كذا مشروع. أو ممكن بلانر ماسك ثلاث أربع مشاريع. ممكن مثلا كونتراكت مانجر ماسك كذا مشروع. يعني دي ميزه بقى الايه الماكس اورجنايزيشن. طيب الاساس الثالث بقى اساس العملاء، بمعنى ايه؟
يعتمد على وجود مجموعات مختلفة من العملاء. يعني مثلا في مصالح حكومية، يعني في شركة عندها مثلا مشروعات مع مصالح حكومية، برضو مش كونستراكشن. يعني انا برضو ايه، انا برضو دايما بقول لك احنا ايه، ده عيبنا احنا كمهندسين بقى اللي بنشتغل في الإدارة، يبقى بنبقى مايلين اكتر للايه؟ الكونستراكشن. بس اي مشروع لو مش صواريخ في الفضاء هتبقى نفس القصه. فايه يعني في مشروعات مع ايه؟ شؤون المصالح الحكوميه، في اداره شؤون القطاع الخاص، في اداره شؤون القطاع الاستثماري. يعني ممكن انا نفس الشركه اللي عندي انواع مختلفه من المشاريع، مشاريع مع ايه؟ مع الحكومه. خلاص؟ مشاريع مع مين؟ مع القطاع الخاص، مع القطاع الاستثماري. كل واحده من دول مختلفه في التعامل معاها كلياتا، نقول كلياتا لان يعني جربنا الكلام ده كلنا، شفناه ان انت بتتعامل مع قطاع خاص كمالك قطاع خاص او سبونسر قطاع خاص او مؤسسه قطاع خاص، غير ما تبقى مع حكومه، غير ما تبقى مع استثمار. مش عايز اقول احسنهم ايه او اقلهم ايه، لان يعني ايه الدنيا يعني ايه يعني دخل في بعضها شويه في ظل الظروف اللي احنا فيها. يعني المزايا الاستفاده بقى من الامكانيات الماديه والبشريه لتلبيه احتياجات كل ما هو معنى العملاء. يعني لما يبقى عندي اداره لشؤون المصالح الحكوميه بتبقى الدنيا تعرف بقى، يعني الكاركترستكس بتاعت الاداره بتاعتها بقى مختلفه، كل واحد عارف يعني الروتين بتاع الحته الفلانيه ازاي، الطلبات بتاعتهم ازاي، التعامل معاهم ازاي، وهكذا. عيوبه بقى تكرار بعض الوظائف، اي تغيير موجود العملاء الطلب وتكرار التنظيم. يعني ان انا بيبقى في مثلا في مكتب فني ده للمصالح الحكوميه، ومكتب فني لاداره شؤون القطاع الخاص، ومكتب فني للقطاع الاستثماري. بس دي هو تكرار الوظائف، هو يعني ايه، يعني هو مش عيب قوي، لكن لازم مدروس كويس قوي. لان برضو احنا طبقا لما يحدث الان الكوميونيكيشن وفي السيستمز بتاعت الديزاين بتاعت الاشراف بتاعت التنفيذ، ده احنا دلوقتي احنا من زمان زمان قوي، يعني من تقريبا في كام سنه. يعني اول مشروع شفته كده من حوالي 13 14 سنه. انت المشروع بيبقى على الموبايل بتاعك، يعني انا ماسك مشروعات وكل مشروع له لينك على الموبايل بتدخل عليه، وفي في 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 اسمه ايه ده في السايت كاميرات موجوده في حته فيها شغل، وباينه لك، باينه عندك، باينه، وتسجل وترجع بيها ورا وكان كله من الاخر. يعني الدنيا سهلت كتير. يعني ورئيس مجلس الاداره مثلا عنده شاشه كده تلفزيون، يخش على المشروعات تطلع له كلها متقسمه كده على الشاشه، يعني شايفها كلها مره واحده. فالدنيا اصبحت متسهله جامد قوي. يعني طيب اهم مراحل المراحل ايه؟ اساس العمليات او المراحل، لان قصدي تقسيم على وجود مراحل او عمليات خاصه. مثلا مرحله مثلا اعمال الخرسانه اللي بيسموه ايه؟ كورنت شيل، يعني اللي هي الخرسانه والمباني، ده كورنت شيل الاولاني خالص، ادي تقسيم. وبعدين ندخل في مراحل ايه؟ التشطيبات، نخش في مراحل بقى ايه؟ الاي ام بي. فدي طبعا ايه؟ تعتمد على وجود مراحل او عمليات خاصه. طيب هنا بقى ايه؟ ادي اهو، ادي مدير عام اهو، ادي قسم التخطيط، قسم الدراسات، قسم الايه؟ التنفيذ. ايه العمل التحقيق التنسيق بين العمليات والمراحل. ماشي الحال؟ طيب هنا هنتكلم على ايه؟ اهم مرحله، اهم مراحل بناء، الست مراحل. اساس المشروعات اللي هو الماتريكس، اللي هو بيسموه المصفوف، يعني هو بيبقى عباره عن ايه؟ ادي عندي المدير العام اهو، وادي عندي، هي مش واضحه الحقيقه، المدير العام اهو، وبعدين ادي القطاع الحكومي، وادي القطاع الخاص، وادي القطاع الشمالي. ماشي الحال؟ طيب هي مقسمة وحدات بقى، انتاج، مشتريات، افراد التمويل. يعني دي الاربع حاجات اللي هم ايه في البروسيس بتاعنا، انتاج ومشتريات وافراد وتمويل. ماشي، مجموعه التمويل والافراد كذا. بيبقى هنا في ماتريكس اورجانيزيشن، ماتريكس بيعمل ايه؟ بيبقى عندي دي مشروع هنا واخد من كل فانكشن من دول حد، وعامل التيم بتاعه، هيبقى ده التيم بتاعه اللي بيخلصوا مشروع الف، وده التيم بتاعه بيخلص مشروع ب، ده التيم بتاعه بيخلص مشروع دي.
تمام. فده الايه المصفوفي اللي احنا قلنا ياكم نتكلم عليه مش ياكم، بنقول ايه الحاله الحته الوحيده اللي بتلاقي فيها يعني ده له رئيسين، له المدير المشروع بتاعه وله ايه الفانكشنال بتاعه اللي هو مدير التمويل. مجموعه الافراد ده اخونا ده عنده تبع بس هو الاوبريشن مش شغل على طول تبع لمين؟ مدير المشروع خلاص. انما ده احتاج حاجه بتاع الافراد، هيحتاج يرجع لمين؟ تكنيكالي او مانجيريا ليه، او مثلا محتاج ناس في تخصصه يرجع لايه؟ للمدير بتاعه اللي هو في الفانكشن اللي هو جوه الكاربت. طيب احد المناخ الحديثه يناسب المشروعات الكبيره التي تقوم بانجاز مشروعات محدده وتنميه منشات تطبق هذا التنظيم على اساس السلمي والايه؟ الوظيفي. طيب ادي هو المدير العام اهو. والله كويس جت الفكره الشريحه. طيب ادي قطاع الحكومه وقطاع الخاص وقطاع الاستثمار اللي احنا بنتكلم عليهم من شويه، لجوانب مختلفه تماما تماما، ويعني كل واحده من دول هنقول تحتها هذا الكلام، تحتها الانتاج والمستورد والافراد والتمويل، وبرضه دي بهذا الشكل. فبس طريقه التعامل مع القطاع الحكومي يعني تقريبا ميرلي واحده يعني نفس تقريبا يعني تقريبا يعني، وقطاع الاستثمار نفس القصه برضه، كل حاجه لها ايه؟ كاركترستكس بتاعتها، ولازم ابقى عارفها ودارسها عشان ايه اعرف ادي المشروع بتاعي. طيب ثالث مرحلة هنا بقى ايه؟ يتعين تحديد الاختصاصات للتقسيمات التصميمية. اوه الساعة بقت 9. محمود تحبوا تقعدوا 10 دقايق أو 5 دقايق ولا حاجة؟ شمس محمود، محمود الوقت 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 بيجري معاكم تماما يعني، يعني الواحد بيستمتع لما بيبقى معاكم. استاذ محمود ايوه دكتور مع حضرتك، تحب تريحوا 5 دقائق ولا حاجه؟ انا ما كنتش متوقع والله ان اللقاء ده هيقعد كتير كده. ده انا على حسب دكتور يعني، يا ريت يا جماعه لو حد لو عايزين بريك ولا حاجه تكتبوا في الشات. لو حد عايز اي حاجه، انا الشات ما بيبانش عندي هنا مش عارف ليه، مش عارف. طيب ممكن نعمل مثلا فوت دلوقتي، هعمل فوت دلوقتي، لو اللي عايز ياخد راحه يعمل يس او نعم، واللي مش عايز نعمل ده ونشوف كده اراء الناس. الشات بتسعدوني صراحه. قلنا ايه بقى؟ كذا. طيب اتعين تحديد اختصاصات التقسيمات التصميميه. خلي بالنا التصميميه لا مش تصميم الاستراكشر المكان، لا تصميم السيستم يعني. اختصاصات واضحه ومحدده لكل وحده تنظيميه، وذلك بيضح دور كل وحده اداريه بحيث لا تستخدم عبارات عامه زي الاشتراك في كذا وكذا او المعاونه في كذا وكذا دون عايز نطق الاشتراك او المعاونه. ده يعني بالظبط زي ايه العقود اللي بتكتب فيها ايه؟ ويجوز 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 ويجوز. يعني لازم الاختصاصات تبقى واضحه جدا، ودي دي ميزه بقى الايه الكواليتي اشورنس لما يبقى ماشي مظبوط، كل واحد عارف حدوده بالظبط بالملي، وعارف يعني يدخل امتى وينتج ايه ويستلم من مين ويسلم مين وازاي. طيب تحديد المستويات الاشرافيه وتفويض السلطات اللازمه. بعد تحديد الاختصاصات والوحدات التنظيميه تسند رئاسه كل وحده لاحد العاملين بالجهه، وتفوض لهم السلطات التي تمكنهم من القيام بتنفيذ المسؤوليات المنظمه بينها. تمام. كيف تحدد علاقات السلطه بين مختلف الفئات التنظيميه؟ تؤدي هذه المرحله لتوثيق الجهود بقى بما يقضي على التضارب او الازدواج او التداخل في وحده الامر والقياده. يعني كل واحد عارف حدود اوله من اخره وايه بحيث ما فيش تضارب او ازدواج في الايه؟ وحده الامر والقياده. اعاده التنظيم دي نقطه ايه؟ جديده. التعريف بقى دي داخله في موضوع التشالنج مانجمنت. خلي بالك تشالنج مانجمنت ده له برزنتيشن لوحده، اذا اشتغلنا في رمضان ممكن نعمله في رمضان، لان ايه؟ صغير وخفيف وجميل، مش مانيش مكبره. والتشالنج مانجمنت دلوقتي كبر وتعقد في حاجات كتير جدا. لكن انا بقدم يعني ايه؟ برزنتيشن حلو وسريع وجميل يعني، مش زي دول كده ده تقيل بتاع البرزنتيشن ده كبير مش صغير. فدي اعاده التنظيم دي دخل في الايه؟ في التشالنج مانجمنت. خلي بالنا برضه في خلط انا لاحظته من ناس كبار، في فرق بين تشالنج مانجمنت ومانجمنت اوف تشالنجز.
بقى يعني في إدارة تغيير وإدارة التغييرات. يعني إدارة التغيير دي لما أنت عاوز تعمل تغيير عندك، إن أنت عايز تعمل امبروفمنت ليك، عايز يشوفوك أي حاجة. إنما إدارة التغييرات دي لما بيبقى عندك إيه؟ الفاريشنز في الموقع اللي هي إيه؟ فاريشن تشينج يعني، أو فاريشن مانجمنت يعني. في فرق بين الاثنين يعني، فاريشن مانجمنت وتشينج مانجمنت. فدي الترجمة بس يعني، هي حتة رفيعة قوي بينهم شعرة، بس أنا بوضحها لكم بس نبقى عارفين يعني. إعادة التنظيم تعني إحداث تغييرات الاختصاصات والسلطات. إهبال إنت إن أنا مش إن أنا مش 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 بعمل مش بدير التغييرات. يعني مش مثلا جه حد اداني امر تغيير، مثلا غيرت خرسانه، غيرت زودت بند، زودت عملت، لا ده تغيير في الاختصاصات والسلطات والعلاقات التنظيميه والوظائف مستوياتها ونطاق اشرافها والاتصالات بينها وحالاتها المختلفه كليا او جزئيا، وهو وسيله لتحقيق اهداف المنظمه والعاملين في نفس الوقت. يعني زي ايه؟ شركات كثيره جدا جدا، خصوصا قطاع البترول في العالم العربي، بس مش العربي يعني، لا قطاع البترول اللي هو مثلا فرنسا، اداره الاصحاء الشركات الاصليه في فرنسا، في امريكا، في اي حته، غيروا تماما، اعادوا التنظيم اعاده كامله، لان هم موضوع الكورونا ده وموضوع ان البترول ما بقاش في الايدين الرسميه، ده كلام مش ما ينفعش نقوله يعني. فايه، فبقت الشركات عامل سكويزنج يعني، في شركات مشت اكتر من 75% من الناس بتوعها، شركات كبيره جدا يعني بدون ذكر اسماء يعني، مش احنا مش لا بنعرض بحد ولا بنعمل دعايه لحد يعني، نزلت العماله بتاعتها او العميل اللي عندها او الاتش ار بتاعها لاقل 25% من الاصل بتاعه. ده طبعا انا طبعا مش حابب هذا الكلام، و الشركه اللي بتعمل كده الواليت بتاعتها بتضيع، يوم ما السوق يمشي ويتفتح ويشتغل تاني مش هتلاقي فيها ولا واحد مهما كان، لو كانوا بياكلوهم اي حد لو بدون الشهاده، لان بيرفق الواليت بتاعته لما كل واحد مثلا شباب صغير بيمشي مثلا، ناس مسؤول عن بيوت وعن تعب بيمشي، كل همه ان هو الايه؟ الستوك ماركت اللي هو ثمن انا ماليش دعوه طبعا، انا مش جوه اختصاصاتي يعني، انا مش بس انا بقول يعني ايه؟ الكلام ده انا ما سمعتش عنه الحقيقه مع شركات شرق اسيا يعني، لا مع الصينيين ولا مع اليابانيين ولا مع الكوريين. ما فيش حاجه اسمها ان انا انزل العماله بتاعتي او الى اخره كده يعني الحقيقه. المهم على التنظيم تاني، احداث تغييرات في الاختصاصات والسلطات، عشان نعرف في فرق بين تشينج مانجمنت والايه الفاريشن مانجمنت او مانجمنت اون فاريشن، علاقات التنظيم والوظائف والمستويات او نطاق اشرافها. ان دي بتحصل في حالات بقى ايه؟ ان مثلا يحصل بومينج، يقوم يحصل نوع من الري اورجانيزيشن بقى، او يحصل يعني وقوع يعني في السوق، فايه فانا برضه بتعيد التنظيم عشان تظبط نفسها، فما يبقى الكوست بتاعها او الكوست يعني التكلفه بتاعتها مش تبقى ودين المعقول يعني، او في ودين المينيموم او ودين العائد المتوقع يعني. متى تكون ضروريه بقى؟ يجب ان يتم اعاده التنظيم مع وجود مبررات موضوعيه والمول عليه دلوقتي. مثلا من المعروف ان كثره اعاده التنظيم وخاصه في فتره قصيره يؤدي الى نتائج سلبيه اهمها. انا يعني هوجات من نفسها يعني، يعني مش بنخترع يعني، ان اي واحد في مكان زي ده السرور النفسي عنده طبعا ضاع يعني، بيبقى حتى اللي موجود لما بيشوف زميله مشي بهذا الشكل بيتوقع بقى ان هو هيتم الاستغناء عنه، فايه تحت بيلاقي قد يشتغل بشكل ثاني، لان او يحاول يزود مجهوده او يشتغل احسن او اي حاجه، لكن بيبقى قلقان برضه، لان
الموضوع ده ما بيفرقوش ما بين حد وحد للاسف. ناس ياما كتير جدا كويسين وعباقره يعني، ومع هذا تم الاستغناء عنهم لشركات كبيره غربيه يعني. طيب، ضيع الوقت في التعرف على نظم جديده، دي مهمه جدا طبعا. لان اي نظام طبعا كل حته فيها البروسيدجر البروسيس بتاعتها والكلام ده كله الاول اخره. لكن اما بتبقى الشركات كبيره قوي يعني انترناشونال، انترناشونال دي شركه بتبقى يعني موجوده في كل حته في العالم، من الصين لامريكا للهند لليابان للشرق الاوسط لامريكا الجنوبيه وافريقيا، يعني موجوده في العالم كله الاول اخره. عندها السيستم بتاعها والبروسيس بتاعها وكل حاجه، لكن من كتر الحاجه ما هي كبيره قوي فمش كل اللي بيقدر يشتغل البروسيس بتاعتها، فبرضه بتبذل الوقت، بتبذل وقت وجهد. يعني ميزه السيستمز ايه؟ يعني انا كمدير مشروع في مشروعات انا دخلتها كمدير مشروع تاني يوم كنت بنتج السيستم موجود والبروسيدرز موجوده وكل حاجه واضحه. يعني حتى يعني لو قلنا على هم حتى بيشتغلوا بالبي ام بي وانا بي ام بي سيرتيفايد ماشي ماشي، انما لا ده الفول سيستم انون. انما لما تدخل انت كمدير مشروع فيه بالنص يعني او حاجه او مدير مشروع اي ودخل على الجزء بتاعه في الايزو مثلا لما بتشتغل في اي حته ويقرا البروسيدر بتاعته متعلقه بيه هتلاقي نفسه تاني يوم بيشتغل. وعاده برضه في الشركات اللي هي بتبقى كده بيبقى في حاجه تريننج للايه اللي بيدخل، سواء بالنسبه للايزو سيستم او بالنسبه للايه للسيفت اندكشن، بتعمل سيفت اندكشن اذا كان في مشروع او اذا كان في الشركه او حاجه، عشان يبقى يعني ايه محافظ على السيفتي بتاعته والكواليتي سيستم بتاعته. طيب، اسباب التنظيم، تغيير او تعديل هدف المنظمه اللي كنا بنقول عليه دلوقتي، او تعديل خصوصيتها العامه، انشطه جديده، او التواصل بين الانشطه القائم مثلا. يعني ده الهدف البوزيتيف، ده كويس. يعني المنظمه اللي كده مش هتمشي حد الا اذا كان وحش. انما المشكله فين؟ لما هي بقى ان السوق زي مثلا زي ما حصل والدنيا نزلت، فبيطلع هم بقى ماشي بقول لك 5% اخر 5% طيب، نمرة السبب الثاني وجود عيوب تنظيميه قائمه، ومنها ايه؟ عدم ملائمه نطاق الاشراف بالاتساع او الضيق، تعدد المستويات التنظيميه بدون مبرر طول خط السلطه اللي هو الفيرتيكال اورجانيزيشن. فيرتيكال اورجانيزيشن ده برضه انا مش بحبه قوي، لانه هنتكلم عليه ما اعرفش هو هنا في البرزنتيشن ده، لا في البرزنتيشن الثاني اللي جاي اللي هو افكت اوف اورجانيزيشن تشارت اون ذا برودكت اند بيهيفير، هنتكلم عليه ده معروف ومجهزه بس طبعا مش هينفع النهارده يتاخد. ضعف التنسيق بين التقسيمات التنظيميه اللي هو 4 صناديق اللي بنشوفها، الاستثمار الفني الكلام كله، مفيش تنسيق ما بين الايه التقسيمات المختلفة، دي العيوب التنظيمية يعني. الازدواج في الاختصاصات بين التقسيمات التنظيمية بالجهة، يعني نفس انك في ازدواجات مفيش يعني ايه كرايتيريون محددة لكل واحد اقول له ايه من اخره ايه. تفتيت الانشطة تقسيمات تنظيمية بدون مبررات موضوعية، بيقسم بدون مبرر موضوعي يعني مش حاطط شرط يعني واحد مثلا يقول ده مثلا تصب نص الخرسانه مثلا او تصب نص يعني ال 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 ده شبه الكلام دلوقتي فيزيكال، انما واقع الامر ايه؟ ممكن افتت النشاط من غير مبرر موضوعي يعني. في طبعا حاجات كتير يعني تقدر توضح هذا الكلام تيجي بالممارسه يعني. المركزيه جامده بالنسبه للسلطات وعدم تفاوضها، دي بقى الايه اللي مش كويسه، ان واحد طبعا يعني على قمة شركة أو مشروع أو بتاع وهو في إيده كل حاجة، هو اللي بيحضر في كل حاجة وأنا اللي بفهم في كل حاجة وكل واحد لازم ياخد مني من بتاع، يعني كلام مش إيه الكلام اللي هو مش 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 صحي، وده ما بيؤدي برضو إلى يعني إلى خسارات كبيرة يعني. طيب، عدم صحية الأساس الذي بمقتضاه تم تجميع الأنشطة في تقسيمات تنظيمية. ان الانشطه التقسيمات الانشطه
اتعمل لها تجميع في اسباب تنظيميه مش معمول على اساس كويس. طيب اسباب اعاده التنظيم بقى لما تسعى تغير او تعديل هدف المنظمه او تعديل خصوصياتها العامه او اضافه عدم احكام الرقابه. يعني واضح على موضوع خطوط السلطه دي برضه واضحه، يعني في تداخل، في واحد عارف ان سلطته بين كذا وكذا وبتخطاها او يعني تلاقي دايما في شركات معينه تلاقي اثنين وقتين بيتخانقوا ده باختصاصي لاختصاصك وهكذا، كلام يعني ايه مش حلو. يعني عدم تقسيم العمل على اسس سليمه، عدم وحده الامر او الرئاسه، تعدد اللجان باكثر من تقتضيه الضروره، كل حاجه يقول لك نعمل لها لجنه. اللجان المفيده في احيانا في حاجات معينه يعني، لكن ان اي حاجه هنا يعني دي نكته كنا بنقولها زمان واحنا شباب، يعني ان يعني ايه عايز تبوظ حاجه اعمل لها لجنه. يعني ايه بتقعد لجنه بقى، تقعد يعني تحضر اجتماعات وكده، مش عايز اقول اكثر من كده يعني. بقى الاجتماعات بقى شغلانه جديده وبتجيب لهم عائد اضافي، فيلا خلي المشروع ايه او المشكله تطول ولا احنا ايه من المسؤولين وهكذا يعني. يعني حاجات ما تتقالش يعني. عدم توازن السلطات مع المسؤوليات، يبقى يعني السلطات اللي عند الواحد اكبر من اقل من المسؤوليات، يعني لو اكبر من المسؤوليات ماشي زي بعض، انما اقل من المسؤوليات بتبقى مش حلوه يعني. مقابله التغييرات في الظروف التي تواجه المنظمه مثل التغير في الشكل القانوني او خطط المنظمه او السياسات الماليه او الاقتصاديه للدوله او في طرق او وسائل الاداء او في التكنولوجيا المستخدمه. ماشي. ضابط اعاده التنظيم بقى مضى فتره زمنيه على هيكل التنظيم المطلوب تعديله لا تقل عن 3 سنوات تحت تقديم الحكم عليه. يعني ما تجيش تغير التنظيم تلاقي نفسك بتغيره كل شويه، ده مش صح. عشان كده يعني انا دايما بكلم هيكل التنظيم، يمكن هوريكم برضه في الاخر هيبقى في عينه كده هفرجها لكم، ان انت اما تمسك اي مشروع تعمل اكسبكتيشن. اللي حصلت معايا ما هنا في مصر، حصلت في شركات كتير في دبي، الاوقات اللي انا فعلا حضرت فيها تكوين شركات او شركات كبيره يعني من الاول خالص من فضل الله سبحانه وتعالى يعني مش قصه حد احسن حد، بس الخبره والانتماء. يعني انا في اي مكان بحس ان انا من اول يوم بحس ان انا ايه، ان انا ملكه وهو ملكي. يعني الانتماء دايما ما يبقى عندك انتماء المكان اللي انت فيه بيعلي البرفورمانس بتاعتك، بيخليك تنتج له كويس قوي. فالمهم ان لما بعمل هيكل تنظيمي ببقى عامل هيكل تنظيمي اللي هو الماكسيموم. يعني باجي اعمل هيكل تنظيمي المشروع على هيكل تنظيمي كامل، انما هل انا في اول الشغل عايز مهندسين معماري عشان التشطيبات؟ هو موجود هيكل تنظيم وممكن يكون يعني مش موجود في كبلوك هيبان في الاخر. انا عملت بسرعه النهارده كم هيكل تنظيمي عشان ايه، يعني عشان يعني تشوف الريزلتس ايه. ما كانش موجود الحقيقه في العرض، لكن انا عملته النهارده قبل ايه، قبل الاجتماع بشويه. ان يكون اعاده التنظيم انعكاسا للاحتياجات الفعليه للمنظمه ومتناسبه مع عبء العمل وحجمه فيها. ان يسعى في اعاده التنظيم اساسا الاهتمام بوحدات التنفيذ وليس مجرد خلق المناصب الرئيسيه. يعني انا لما بعمل اعاده تنظيم انا مش بعمله عشان مثلا ابن صاحب الشركه مثلا اتخرج وعايز يبقى مثلا وعندي مدير شؤون فنيه عايز اعمل له قسم بقى عشان يبقى هو المدير بتاعه. للاسف الكلام ده حاصل للاسف يعني، لكن مش مع الناس اللي فاهمه يعني ايه اداره، والناس اللي فاهمه يعني ايه لايف تايم للمؤسسه او لايف تايم للتنظيم او لايف تايم لاي حاجه. يعني في شركات دلوقتي عايشه في العالم عمرها اكتر من 150 200 سنه. دي ناس انا شفتها بعيني، يعني شفتها هنا في مصر. يجب عارف التنظيم اساسا عايز اساسا الاهتمام بوحدات التنفيذ وليس مجرد خلق مناصب. يعني مش بخلق مناصب بس، يعني مثلا عندي ناس كبرت وعايز ارقيها، لا، يعني شطارتي انا اعمل ايه؟ انا اكبر الفوليوم بتاعي كبزنس، مش اخليه زي ما هو، اعمل اليونت الثاني او شركه ثانيه وامسكها له، ما يمنعش. انا مش همشي الناس، ابقى ذكي بقى كبزنس مان او كمانجر او كسبونسر، ان انا
الناس اللي كبرت معايا واشتغلت معايا مش امشيها، لا اخلق لها اعمل بزنس جديد او اكبر البزنس نفسه بشكل علمي وبشكل اداري صح، بحيث ان يعني ايه ان الناس اللي معايا ما تسيبنيش او نظل او انا بتطور بيها بتطور بالناس. يعني الواحد كل واحد بيشتغل بالواحد هو بدراعه هيشتغل ايه؟ هيشتغل شيال يعني هيشتغل حاجه هتشتغل محترم يعني مش معايب على حد. يعني قصدي ان مفيش حد هيكبر بدراعه او على واحد او لوحده، لا الجوبر ده بيكبر بالناس بالاتش ار اللي اهم ريسورس في الريسورسز كلها، اهم عنصر من عناصر الانتاج اللي هم الفور ام اللي هي المان باور. موافقه السلطه المختصه على عرس التنظيم، السلطه المختصه بتوافق على التنظيم. يعني لو انا عامل شركه معينه يبقى انا ايه لازم توافق على ايه، انا بغير اي حاجه فيها لازم طبعا بس السجل التجاري بقى والكلام ده كله بيتغير. او لو انا بغير في مشروع يبقى ايه، يبقى الناس السبونسر بتاعي يبقى الاخطاء الشائعه في التنظيم بقى كيف نتجنبها. اعتقد دي اخر نقطه على ما اعتقد. سوء التخطيط، سوء التخطيط ده يعني ايه يتحط تحتيه يعني 200 خط لوحده، لان دي اساس يلي يعني هتنجح يا مش هتنجح الشغل بتاعك. لازم التخطيط يبقى تخطيط صح، ومش مثلا قصه ان انا بعمل بريمافيرا بقى وبعمل مش عارف ايه وبعمل، لا طبعا لازم نعمل بريمافيرا ولازم اتابع ولازم واكثر من بريمافيرا كمان، وبتابع كل يوم وبتابع كل اسبوع والسيستم كنترول بتاعتي كلها معموله. لكن سوء التخطيط ده، لان انا التخطيط هنا مش سكيدولينج، لا التخطيط عموما يبقى واضحه انا رايح فين بكام ازاي. زي كان في محاضره في لقاء في الاول خالص اللي هو 25 30 تساؤل في الاول لما تتكلم باي مشروع. يعني غموض العلاقات، غموض العلاقات دي طبعا لما بيبقى التيمز مش 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 صحيه او مش 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 يعني مش في جو صحي، بيبقى علاقات غامضه. التردد في تغويض السلطه، ساعات مدير المشروع بيبقى ايه يعني مش عايز يدي صوت لحد، خايف يا خايف يا مش عايز حد يكبر عليه يا مش عايز يتم استغناء عنه. سوء تدفق المعلومات، ده طبعا شيء سيء جدا ان تبقى المعلومات عند حد بس، يعني محتفظ بيها مثلا مدير المشروع واثنين ثلاثه معاه والباقي ما يعرفوش حاجه، يعني يعتبر ان هي يعني 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 مره قالها لي واحد مدير كان صاحبي واخويا حبيبي يعني، يقول لي انا عندي المهندس عامل له خطين كده زي الحصان ما يتحركش عنهم. طبعا يعني هو صاحبي يعني فانا رديت عليه يعني طبعا، لكن هذا الكلام انت مش تعمل مع حصان، تعمل حصان كده عشان يبقى ستريكت في حته واحده حته واحده، انما الانسان ما تعملوش كده. عدم التعادل بين السلطه والمسؤوليه، السلطه مش بتتعامل مع المسؤوليه. تعقد الهيكل او مبالغه فيه، بلاك تنظيم معقد او مبالغ فيه، طبعا الناس بتتلخبط زي ما بقول لحضراتكم. انا شفت هياكل تنظيميه كانت تضحك، اثنين كده في المستوى الاول مثلا او الثاني والاثنين متجمعين واحد فوق واحد تحت، حاجه يعني تضحك يعني حاجه مش 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 حاجه مش 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 مظبوطه يعني. طيب التوسع في استخدام السلطه الوظيفيه، ان انا افتكر نفسي بان انا عندي سلطه، يعني ان انا يعني ايه ببقى اجريسيف يعني فيها او ما ببقاش يعني عادل او ما ببقاش يعني في ده الحاجه اللي الناس ما تعرفهاش، ان في الاداره بالحب، يعني ان لازم صاحب الشركه او مدير المشروع او اي حاجه يجمع الناس بتاعته مثلا مره كل اسبوعين كل حاجه، ويحسسهم ان هم بيحبوا ان هم الصغير فيهم ابنه الكبير فيهم ابوه او اخو كبير او الى اخره، يبقى في حب لا يعيب حد، والحب ما هوش مضر بالعكس. يعني اصل ما عشان برضه عشان نفرق، في فرق بين الحب وبين التسايب. لا يعني انا لما ابني اللي بحبه بشوف هو عمل غلطه وابني جيران عمل غلطه ثانيه بمسك ابني ببقى فيري اجريسيف معاه. انا لما ابني جيران بطلت اعذره واقول له ما تعملش كده ثاني يا شاطر. يعني اللي انا بحبه ده مش معناها ان انا بسيب له او اتسايب معاه او اسيبه يغلط، لا لا خلي بالنا من الحته دي. وضع التخطيط المناسب للهيكل التنظيمي يعكس مبادئ تنظيم العمل. إعادة التنظيم وفق المتطلبات ده إيه؟ دي إيه؟ الأخطاء اللي فاتت دي في الصفحة اللي فاتت دي إحنا أتكلمنا عنها، لكن
برضه ايه كام نقطه اتكلم عليها. عايز التنظيم ممكن المتطلبات هناك للتنظيم المناسب، توفير الوسائل التي تمكن من فهم التنظيم، لازم الناس تبقى فاهمه التنظيم ماشي ازاي، خريطه تنظيميه واضحه عارفين. انا مثلا الشغل بيجي من بره، المشروع مثلا احنا اخذناه، خدنا كابيس اكوزيشن، وقعنا العقد بتاعه مع اداره العقود، اخذنا او عندنا مثلا ليتر اوف انتند مثلا، بندي ودي المستندات بيبقى باينه بقى في البروسيدجر او في البروسيس بتاع الشركه. بعد كده بيدخل هيكل، بيدخل المكتب الفني وجوه الجزء الثاني. لو انا عندي قسم تخطيط او قسم اللي هو اللي بيعمل الاسعار بقى بيراجع عشان خاطر الكوست كنترول والكلام ده كله، يبقى ايه واضحه بيروح في هنا وبعدين هنا وبعدين هنا وبعدين هنا. وجود وصف دقيق للوظائف، وصف الوصف كل واحد معروف هو ايه وظيفته كذا، اسمه كذا، وبيعمل كذا وكذا 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 وكذا، ولا يتدخل هذا الكلام مع اثنين في مكان الا اذا كان تو ديفرنت يونتس، يعني او دفع المشروع ده في المشروع ده. الاستفاده من التنظيم غير الرسمي، التنظيم غير الرسمي ده اللي هو ايه بقى؟ العلاقات الشخصيه. العلاقات الشخصيه لما تبقى كويسه بين الناس وبعضها، يبقى في نوع من الثقه، نوع من هنا الحقيقه، يعني الحقيقه البرزنتيشن خلص هنا. انا الحقيقه فجاه كده يعني قبل العرض كده بساعتين ولا 3 ساعات، قلت لهم يعني لازم توري الناس تبسط لهم الكلام اللي فات ده كله يوصل لايه. فعملت كده كام سلايد هنا هنقول لكم على حاجات ايه تبسط لنا المسائل وتعرفنا انا مثلا الميل ايلمنتس في بروجكت اورجنايزر شارت ايه. يعني انا عشان اعمل بروجكت اورجنايزر شارت اعمل ايه؟ اول واحد اختاره بروجكت مانجر. البروجكت مانجر معاه ايه؟ ده اخف حاجه، خلي بالكم ده انت هتعمل ده على عجاله كامله، بس انا بقول احط للناس الحد الادنى عشان يبقى ايه المهم بروجكت يبقى اوريجنال شارت، يبقى قدام عينه عارف الاليمنتس اهي. ممكن اكون ناس اليمنت او اتنين في الزحمه اللي انا يعني كنت فيها، في اهو مفيش في كونتراكت مانجر او يعني مثلا هنا ايه بروجكت مانجر، ويبقى معاه سكرتري ودوكمنت كنترولر. الدوكمنت كنترولر ده ممكن تحط حتى كتير جدا، ممكن تكون كل واحد بس مع السكرتري، لكن ناس كتير وانا بفضل ان الدوكمنت كنترولر يبقى ايه لوحده تحت، لان ده بيبقى عليه شغل كتير جدا اثناء الشغل، وممكن يعوق الشغل السكرتاري بتاع البروجكت مانجر. ساعات بيبقى اسمه اوفيس مانجر، وما السكرتري بيبقى مهندس او مهندسه او الى اخره. ودوكمنت كنترولر نفس القصه، لان الموضوع مش سهل ومش بسيط. وان شاء الله برضه عندنا لقاء برضه هنتكلم فيه على الدوكمنت كنترول، على المانجمنت الدوكمنت مانجمنت في وتقيل يعني مش ان شاء الله باذن الله تعالى. التكنيكال اوفيس، التكنيكال اوفيس تحتيه معماري انشائي كهرباء ميكانيكا كونسيرفير سيرفيرز عاديين كل التقسيمات بقى. التكنيكال اوفيس برضه له شغل كتير جدا، شغل كتير جدا يعني. انا برضه ممكن بعد كده اتكلم عليه كتير يعني. اتش اس اي مانجر ده الكواليتي، اتش اس اي مانجر عاده المشروعات ده بيبقى واحد، لان الاثنين لما تيجي نفس البروسيجر تقريبا يعني. الكواليتي ماشيه مع الاي 9001، الهل الانفايرمنت ماشيه بال 14000، السيفتي بقى والكلام ده كله بال 45000 اللي زمان كانت 18000. فهم نفس البروسيدرز تقريبا. فالكيو اس اس اي مانجر بيبقى موجود في الشركه، تحت ايده بقى بالليفل اللي تحتيه بيبقى فيه ايه الكيو اس اس اي مانجر والاي والاتش اس اس اي مانجر، وبعد كده يطلع من تحتيهم بقى الليفلز اللي هي عايزه تنزل بعد كده. طيب الكونستراكشن مانجر ده هو بقى الاون سايد بقى التوب بتاع الايه؟ السايد كونستراكشن مانجر. تحتيه بقى ايه؟ مهندسين بقى كتير بقى تبع حجم الاعمال، تبع ممكن يبقى عنده مثلا 10 عمارات في كل عماره فيها مثلا مهندس او كذا، او كل مهندس مثلا عنده 3 تبع ايه؟ ده اللي هو الايه اللي هو الانتاج بقى. الكونستراكشن مانجر ده بيشتغل في الايه؟ في الانتاج، في الـ البرودكشن اللي هيطلع لنا البرودكت بقى.
الكونتاكت مانجر ده كونتاكت مانجر اللي هو بيراقب كل مار او يعني الكونتراكتس كلها من عنده. يعني الكونتراكت اساسي الكونتراكت بتاع البروجكت هيبقى عنده، ومتابعه الكونتراكت عنده، لو في كليم عنده، لو في اربيتريشن عنده، يعني احنا رقم الكونتراكت عنده خلاص. ما فيش خطاب عاده الشركه اللي عايزه تنجح او المفروض اللي عايز ينجح، ما فيش خطاب يدخل للبروجكت مانجر قبل الكونتراكت مانجر يقراه وشوف مدى مطابقته للعقد. يعني احيانا كلمه واحده بس بتتغير او بتبقى مثلا معناها يحتمل حاجات حاجه غير الثانيه غير الثالثه، تفرق كتير جدا. فالكونتاكت مانجر ده مهم جدا جدا جدا. وطبعا كل الكونتراكتس بتاعت السب كونتراكتورز برضو هو اللي ايه المختص بيها. يعني البلاننج مانجر، البلاننج مانجر ما بقاش واحد بيعمل بعمل برنامج زمني عشان احطه في المكتبه او عشان تبقى للعقد ان لازم ابقى اعمل بلان او ابقى اعمل تايم سكيدجول. لا، البلاننج مانجر ده يتابع يومي وتقاريره اسبوعيه يوميه واسبوعيه وشهريه، وبيعمل كل الايرننج فاليو كلها، الاستاذ بتاع الايرننج فاليو بيعمل الريبورتنج سيستم وبتعمل كل ده لازم يتعمل. يخلي بالنا اوعى حد يعتقد ان انا بقول الكلام ده، ده مش من كتب، ده من شغل فعلي، من شغل فعلي في مصر وبره مصر. اللي بيمشي كده عمر ما مشروع يضيع منه ولا يقع منه ولا يضرب منه. هذا الكلام يعني يبان كتير ويبان ان هو هيبقى غالي. لا، هيبقى كتير وهيبقى غالي، لان انا ممكن الكيش اس مانجر ده يبقى على مشروعين ثلاثه، التيك مانجر ده على مشروعين ثلاثه. انا معايا الناس وخططها على المشروع وقاعدين بيقبضوا كده وخلاص، لا عشان نبقى فاهمين. يعني بارت تايمر، يعني ممكن انا مثلا في منطقه هيبان الكلام، مش عارف ابين ولا لا، في منطقه مثلا انا كنت كونسلتنت فيها الكواليتي مانجر على مشروعين ثلاثه، الاس اس اي مانجر على مشروعين ثلاثه، ممكن كواليتي اس اس اي مانجر على المنطقه كلها اللي فيها بتاع 15 مشروع مثلا. يعني القصد يعني ايه؟ ان التايتلز دي تبقى موجوده، ولكن كل مشروع بياخد على قد الفاليو بتاعته. وبعدين برضو احنا في حاجه اسمها الكوست اوف اورجانيزيشن شارت، خلي بالك الكوست اوف اورجانيزيشن شارت لها نسبه ما بينها وما بين المانثلي برودكشن. يعني انا لو عندي شغل مثلا بمليون جنيه في الشهر برودكشن، المفروض ان لا يزيد الكوست بتاع الاورجانيزيشن شارت ده، اسمه الكوست اوف اورجانيزيشن شارت، المفروض لا يزيد عن 4-5%. اوكي، بلاننج مانجر، بروكيورمنت مانجر. بروكيورمنت مانجر ده مهم جدا برضه دلوقتي. يعني بروكيورمنت ده دلوقتي انت بتلاقي نفسك في حاجات بتجيبها من هنا، حاجات بتجيبها من الهند، حاجات من الصين، حاجات من امريكا، حاجات من اليابان. بروكيورمنت ده اللي هو البروكيور اني ثينج. بروكيورمنت مانجر برضه يعني غير مرحله البروكيورمنت مانجر في البروجكت اللي هو بيعمل لونج ليد ايتمز، بيتابع الماتيريال، بيتابع احتمالات المواد وهكذا. الستور كيبر ده اللي هو ايه؟ امين المخازن. وطبعا ده مهم جدا طبعا، لازم يكون انسان يعني هايلي كواليفايد وفاهم الايتمز اللي موجوده عنده وفاهم ان هي اللهم صل على بشير النذير، ستور كيبر اصول التخزين، وفاهم الحاجات اللي تتخزن خطره والحاجات اللي تتخزن عادي. الادمنستريشن الاتش ار مانجر في الشؤون الاداريه والايه وشؤون العاملين. الاتش ار دلوقتي بقى لوحده يعني كده دلوقتي عاملينه، يعني هو يعني المهم اتش ار مانجر ده عادي. وبعدين الفاينانشال مانجر ده هام جدا وقوي جدا بالنسبه لاي قطاع خصوصا الاولاد. دول الحقيقه انا عملتهم على عجاله هذا عشان نعرف بس يعني ايه ايه الالمنتس الموجوده وحطيناها فين؟ حطيناها على ايه؟ لو قلنا الشرح من غير تاريخ انا عامله بعجاله شديده عشان نعرف ده الفيرست لاين، يعني ده ديفولت مانجر اهو، تحت هنا السكرتري يعني دوكمنت كنترولر، وده ما اتفقنا عشان في ناس كتير ممكن تعترض الحته دي، هي ممكن تبقى دوكمنت كنترولر للحاجه الخاصه بيها بالنسبه للفورت مانجر، لكن تحت هنا في التكنيكال اوفيس يبقى معاهم دوكمنت كنترولر تاني، او يتعاملوا دوكمنت كنترولر لوحده خالص في المشروعات الكبيره.
قسم لوحده وكنترولر معاه 3 4 عشان يتوقفوا. الموضوع ما هوش ايه، مش ايزي يعني. طيب اول حاجه احنا البروجكت مانجر سكرتري، بعدين التكنيكال اوفيس، هو نفس الكلام اللي قبل كده بس مش حاطه ازاي ده كله بقى اسمه فيرست ليفل. يمكن دول نزلتهم تحت كده لان ايه ضيقه الحته على بتاع يعني مكتوب في عجاله يعني. قال لي التكنيكال اوفيس مانجر، بعدين كيو اتش اس اس اي مانجر اللي هو كواليتي هيلث دي اتش اس اس، مش اتش اس لا، هيلث سيفتي سكيورتي اند انفايرمنت مانجر. تحتيه هنا ينزل مع ايه الكواليتي ده لوحده، والبتاع الكواليتي يبقى بينزل تحتيه بقى الناس بتوعه، والاتش اس اي الاتش اس اس اي لوحده برضه، واحده ثانيه هنا كده، وتحتيه برضه الناس بتوعه اللي هم ايه عم يشتغل معاه. طيب بعد كده الكونستراكشن مانجر ده اللي هو بيقود عمليه البرودكشن اون سايت، ده بقى اللي هو ايه الاعمال بيطبخ بقى يعني، بتحضر له الـ 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 كل حاجه، تحضر له المطبخ وتحضر له الادوات وتحضر له الخامات وتحضر له كل حاجه، هو بقى بينفذ بقى في المطبخ. بعدين كونتاكت مانجر كنا بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو مسؤول عن العقود واداره العقود، بلاننج مانجر بعد كده، بعدين بروكيورمنت مانجر قلنا عليه، الستور كيبر اتكلمنا عليه لما تسعه، ادمنستريشن اتش ار الفاينانس مانجر. دول الحد يعني اللي جم على بالي عشان اقولهم، فيعني لو حد افتكر حاجه زياده يحطها ما تقلقش، انا مش ما 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 مش هزعل يعني، بس انا بتكلم في عجاله جدا عشان ايه يعني يبقى تطبيق بقى على الكلام اللي فات. هنا بقى نورث كوست اورجنايزيشن شارت، دي كانت شركه كبيره وانا كنت كونسلتنت بتاعها، كنت هنا في الحته دي كده. فدي كانت عباره عن ايه؟ عباره عن ده هيكل تنظيمي انا عملته ايامها، وحطيت فيه الحلم بتاع او التخيل للموضوع. فكانت الجزء الشرط كان فيه اون سايت 15 واحد يعني هيكل تنظيمي، بصرف النظر بقى عن هو ايه يعني ايه؟ يعني هو مش 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 هو مش معقد ولا حاجه، هو برضه نفس القصه هتلاقي يعني الفيرست لاين اهو اهو، ادي 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 واحد على اي حكايه. لا يعني عندك فيرست لاين اهو، دي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 يعني ده الفيرست لاين، مش هو تحت هنا بقى سكن، لا فيرست لاين هو جاي من فوق من هنا زي ما قلنا المهم في الفيرست. ودي خطوة بنعملها كده عشان يعني نخلي الأوبزيشن شارت واضح وسموث. فعندنا هنا إيه؟ يعني ده نائب الرئيس وبيسموه مدير المنطقه. انا كنت انا يعني استشاري هنا معايا يعني كده، وهنا السكرتاري والمستندات، كانش فيه ده مدير منطقه مدير المناطق بقى والمنطقه الشاطئيه مدير مشروع البرج ومدير كذا، كل الكلام دي مشروعات مدير مشاريع. ده هنا مدير شؤون فنيه وهندسيه، ما كانش لسه في تكنيكال اوفيس وفي الكلام ده كله، فاتحط له بقى المجموعه دي كلها اللي هي متحسبات اللي هو كوانت سيرفير ومستحقات مقاولين ومستحصات مالك وحسب كميات، ومدير قسم البيم ومدير معماري وانشائي والكتروميكانيكال اللي هم العشره دول يعني اللي هو من ثلاثه لعشره. عندنا بعد كده مدير انظمه معلومات الاي تي، خلي بالنا انا ما حطيتوش هناك، خلي بالنا ده مهم جدا. النهارده ما فيش حاجه اسمها مشروع ما فيهوش اي تي ريسبونسبل، لان انت عندك سوفت وير وهارد وير، الكمبيوتر بتاعتك كلها لازم تبقى يعني متامنه كويس قوي، وعندك حد بتاع سوفت وير، لان غالبيه الشغل النهارده بيم سيستمز في يعني الحاجات كلها، كل الاداره قايمه على ايه؟ على الـ على الالكتروميكانيكا وال 11 و 12. طيب هنا مدير الامن والجوده والسلامه اللي هو اتش اس اي مانجر، تحتيه مهندس امن ومهندس سلامه ومهندس جوده. هنا مدير التخطيط اللي هو ال 14 ده، مدير التخطيط تحتيه التخطيط والاحتياجات، ومدير الموازنه والرقابه على التكاليف. هنا مدير معدات وصيانه، هنا مدير شؤون ماليه والرقابه على المخزون، هنا مدير شؤون اداريه، هنا مدير احتياجات، هنا مدير عقود، هنا مدير ايه مسؤول موارد بشريه. يعني كان في 15 واحد وكانت ناقص 20 واحد. والحمد لله يعني
يعني اقل من 3 شهور كان كل ده مليان يعني، بس ده البدايه يعني، ده اللي لحق شغل النهارده. ده اوزان الشرط بس انا مش عاجبني صراحه يعني، لان هو يعني مش يعني مش انا اللي عامله صراحه، بس انا يعني ايه ما حبيتش يعني اكثر بخاطر المشروع اللي عمله. اما البروجكت مانجر وحط جنبه كده دوكمنت كنترولر، هو كان شغال كويس قوي الحقيقه كان مدير مشروع رائع يعني برضه يعني، مش مجامله له، بس فعلا من احسن مدير مشاريع. لكن المواضيع اصلها يعني مش قرايه بس ولا مذاكره بس ولا خبره بس، ان كل الامور مع بعضها يعني. فحط البي اتش سي مانجر وكيو اي كيو سي مانجر هنا، ودي حركه حلوه قوي منه يعني الحقيقه يعني. هنا طبعا كيو اي كيو سي هنا لازم من ده انجينير 4 او مشروع كبير معاه 3 مشروع كبير يعني، دول 3 معاه. بعدين هنا بقى بروكيورمنت والادمنستريشن والاكونتنت والستور كيبر، واحد من كل واحده. انا رايي ما يكفوش، لكن برضه ايه انا ما يعني هو رايه كده. بلاننج انجينير اند كوست كنترول في المشروعات اللي كانت دي مشروع كبير قوي، كان لازم تعمل احسن من كده او اكتر من كده. هي تكنيكال اوفيس مانجر حاطط تحت مين ايه 5 انجينيرز. بعدين هنا الكونستراكشن مانجر، في 5 كونستراكشن مانجرز عشان تعرف حمل المشروع تحت من ايديهم ايه سايت انجينيرز 15 وسايت سوبرفايزرز 10 وسيرفيرز 7. يعني قد الناس اللي هي بتطبخ اهي، 5 كونستراكشن مانجر تحتيهم 15 انجينير وتحتيهم 10 سايت سوبرفايزر وتحتيهم 7 سوبرفايزر ومعاهم ذكر اوفيس واحد قد كده 5 انفار وكلام ده كله. الكلام طبعا مش متوازن ومش متزن يعني، بس انا حبيت برضه ايه اوريكم ايه الدنيا يعني. هنا هيكل تنظيمي كان فيه تاور، تاور موجود. هيكل تنظيمي بتاعه بقى كان اكبر هيكل تنظيمي يعني في مش هنخش بقى في التفاصيل بتاعته وما نتخلص يعني، لان هو هنا احنا هنا اهو ده يعني كنت يعني دول مثلا كانوا موجودين اللي هم الاصفر ده وده الاخضر ده مطلوب فورا والتاني مطلوب ليتر اون يعني، اللي هو الحاجات اللي زي كده يعني ايه يعني ما نتخضش يعني. يعني ده الهيكل التنظيمي المشروع اكبر كتير جدا من الهيكل التنظيمي بتاع الايه؟ بتاع المكتب، وده طبيعي يعني، لان في السايت في ناس اكثر بكتير جدا من الناس اللي قاعدين في المكتب اللي قاعدين بايه يعني. خلاص؟ طيب احنا كنا فين؟ هنا. اوكي؟ طيب بعد كده دي شركه في يعني مش كبيره يعني. خلاص رئيس مجلس اداره ونائب رئيس مجلس اداره ومدير عام للشركه سكرتير اداره مكتب، دايما كده حط فوق سكرتير اداره مكتب دايما. بعد كده ده مدير مكتب فني، في بقى مهندس معماري وانشائي وكهرباء وحاسب كميات ورسام هندسي وحفظ مستندات. في هنا مدير مشروعات 6 مشروعات مثلا. الكلام ده فيه كان فيه اسماء والناس وكل حاجه، بس انا يعني ايه ما بحبش احط اسماء ولا حد في البرزنتيشنز يعني، عشان ما ايه ما حدش يتكلمنا ان احنا يعني بنعمل دعايه ولا بنعمل حاجه او ده مدير شؤون اداريه عنده بقى ايه مدير شؤون عاملين ومدير عقود، دي كانت حاجه ثانيه. انا موجود ادي المدير الامن والسلامه ادي مدير الجوده والامن والسلامه تحتيه زي ما كنا بنقول من شويه. ادي مدير ايه الشؤون الماليه عنده محاسبه وايه مراجعه وايه ومخازن. دي شركه، دي شركه قائمه خلي بالنا يعني، مش بس دي بسيطه قوي يعني. انترتينمنت اريا، دي اريا برضو اريا كبيره كانت مشروع كبير كنا بنتكلم عليه ده يعني، ده شغل ايه يعني. برضو انترتينمنت برضو كان برضو ايه معمول الشرط من اول لاخره، محطوط فيه بقى ايه اللي موجود فيه وايه المطلوب عاجلا وايه اللي يجي يلحقا بعد كده، وكل ده تم وحصل وتنفذ وكل حاجه زي الفل يعني. خلاص؟ بعد كده تنظيم الاداره العامه الاشراف والتنفيذ، دي مش في مصر، دي وزاره كبيره يعني في بلد خليجي، كانت وزاره التربيه والتعليم يعني، هتلاقي حاجات هنا يعني، دي معاها 1200 مشروع في المناطق دي معاها 15 اداره
دي معاها، يعني اللي انا عايز اوصل له حاجه، انا كل اللي انا بجيبه ليه؟ عشان نعرف ان كل حته الكاركترستيك بتاع الهيكل التنظيمي بتاعها مختلف. يعني دي قطاع حكومي، اداره دار العمل الاشراف والتنفيذ بتاعت وزاره التربيه والتعليم. فشكله شويه يعني عامل ازاي؟ دي مغطيه كتير جدا، يعني ادي مناطق هي 1 2 3 4 يعني كام؟ دي فيها 462 مشروع، فيها 219 مشروع وهكذا. ماشي الحال؟ يعني ان ما فيش حاجه في الدنيا لا تخضع للايه؟ لقواعد ونظام دي برضو من ضمن الكلام كان بيقول عليها البرج والى اخره. دي برضو ده كان واضح يعني هناك هنا الكونسلتنت برضه سكرتير مستندات والكلام ده كله بقى ايه؟ دي مديرين مشروعات، وبعدين ده مدير شؤون فنيه اللي هي المكتب الفني وكده، مدير شؤون فنيه، وبعدين نظم معلومات، وده يعني اللي هي يعني بس انا عايز انا حبيت بس يعني نعرف ان موضوع الهيكل التنظيمي ده يعني ايه، ده يعني هام جدا وسهل وبسيط ويعتمد بس على الخبره. هنا بحب اشكركم جدا جدا جدا، ومش هقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الا لما ايه نسمع تعليقاتكم او نسمع اسئلتكم، وتحت امركم في اي حاجه وفي الانتظار. بشكر حضرتك جدا يا دكتور على المحاضره القيمه، وبصراحه انا شخصيا كنت منتظر المحاضره دي، يعني المحاضره كانت مهمه جدا وقيمه جدا الصراحه يا دكتور والله. ربنا يبارك فيك يا محمد، تاخيرك حبيبي. لو حد عنده اي سؤال دكتور حسين يعني يكتب في الشات او يعمل ريز هاند ويعمل مداخله مع دكتور حسين ويتكلموا على المايك عادي، مفيش مشكله. احنا ممكن نشيل الكلام ده بقى ولا يعني مش عارف. لا لا كده هنقفل الميتنج. لا 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 خلاص، لا خليه بقى، خليه كده كده. شايفني عادي؟ مفيش مشكلة. دكتور تمام، شايف حضرتك. انا مش عارف، انا عملت حاجة مش مظبوطة، انا عملت حاجة مش مظبوطة. طيب ماشي محمود، ماشي ماشي. شوف لو في حاجة، في أي أسئلة، في أي حاجة مطلوبة. في باشمهندس ثروت بيقول كم لقاء متبقي في الكورس؟ الإيه؟ كم لقاء متبقي في الكورس؟ كم لقاء؟ والله هو كتير، يعني إحنا مش الموضوع ما يعني إحنا عملنا 16 واحد. اعتقد ان احنا ممكن نقف في رمضان، انا مش عارف طبعا البوليسي بتاعت ايه بتاعت البيم اريبيا، اذا حبوا ان احنا في خلال رمضان يبقى في حاجات صغيره مش كبيره كده، يعني ماكسيموم تاخد ساعه، مش عارف يعني. ان شاء الله ربنا يقوم اخونا وصديقنا وحبيبنا وابننا عمر، مش هنمشي في رمضان ازاي؟ لو كان كده هنقف رمضان بقى، نكمل بعد العيد، ونعتبر ان دي مرحله ونبتدي المرحله الثانيه اللي وراها يعني. نشوف يعني محتاج ان، لان المواضيع لسه احنا عملنا كم واحد، دي واحده. بص بص احنا ده 16 النهارده.16، لا ده في كتير لسه، في كتير، في كتير، في كتير، في كتير لسه، في كتير. يعني ما اقدرش حتى احدد، انا كاتب حاجات كتير جدا هنا يعني كواليتي يعني مش اقل من يمكن 13 14 واحد كمان على الاقل، يعني على الاقل. انا مش عارف بس يعني هي تعتمد على باشمهندس مع يعني الفلو البوليسي بقى بتاعت البيوم قريبة، يعني دي لازم تمشي ازاي، او ايه المطلوب يعني، او ايه ف يعني
يا خلينا نرد على الموضوع ده. يعني احنا قدامنا كمان، احنا قدامنا قبل رمضان فاضل لنا قد ايه؟ خمس شهور فاضل 9 أيام يا دكتور. يعني، فاضل لنا واحده بس، فاضل لنا لقاء واحد. آه إن شاء الله. طيب خلينا، يبقى خلينا اللقاء الجاي يكون ان شاء الله يكون الباشمهندس قام بالسلامه، الباشمهندس عمر، ونقدر ان احنا نتناقش معاه، نشوف هو يعني هو وجهه نظره ايه، او ايه اللي هو عايزه. انما احنا مش اقل من 13 14 لقاء كمان لسه. تمام يا دكتور، ربنا يدي حضرتك الصحة وطولة العمر يا رب، ويجازيك خير عننا يا رب يا رب دايما. يا رب يقدرنا كده، ونكون عند حسن ظنكم ان شاء الله، أكيد طبعا يا دكتور، أكيد طبعا، جزاكم الله خير. وإياكم. طب ما فيش أي سؤال، أي حاجة، أي تعليق، أي حاجة على الحاجات اللي فاتت؟ ها تمام كده؟ خلاص؟ تقريبا كده مفيش أسئلة يا دكتور. طب ماشي، يعني دلوقتي احنا الساعة يا 10 إلا ربع، لا دول أبطال يعني، يعني دول أبطال. ماشي، أنا شاكر جدا، بشكركم جميعا، و يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ألقاكم على خير إن شاء الله، إذا كتب الله لنا البقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.